صلي يا حبيبي صلي، ما انا صليت، انا كمان صلي، ما انت صلي من بدري يعني، ما انت من شوي صلي يا حبيبي. طيب يا حبيبي ماشي، ازيك يا غالي؟ النهارده عيد ميلاد اسامه، اعمل له عيد ميلاد ان شاء الله. ازيك يا سما، عامله ايه؟ كويسه، ربنا يكرمك يا بنتي. الصوره بتقلب، الصوره بتقلب. واحنا النوبة اللي فاتت كنا خدنا لغاية ايه؟ خدنا دي، خدنا دي، خدنا دي، صح؟ لا، ايه ده؟ ربنا يكرمك يا غاية إن شاء الله، الناس بس تتجمع يعني. ازيك يا أندرو؟ انتوا ايه رايك يا اولاد اعمل لكم امتى اعداد، قعده اسئله ام اس كيو؟ يعني لو انا عايز اعمل اعداد ام اس كيو اربطها بالمراجعه ولا اخليها اعداد لوحدها في نهايه كل مراجعه؟ احنا بنقعد في المراجعة 4 ساعات طبعا. يعني هو الحصة الجاية من الأربع الجاية يا أولاد إن شاء الله أنا هظبط لكم الإم إس كيوهات بتاعة الثيرويد، شوية إم إس كيوهات للثيرويد. أنا كنت نزلت لكم حالتين بحلولهم، شفتوهم؟ كنت نزلت لكم حالتين يا أولاد بحلولهم على الصفحة. كل ما اخلص باب في المراجعه هنزل لكم عليه حالتين ثلاثه، كل ما اخلص باب في المراجعه هنزل لكم. يعني انا نزلت لكم حالتين ثيرويد، نخلص البريست هنزل لكم حالتين بريست. عايزكم تتعلموا منهم الاجابه ازاي، يعني جاوبنا ازاي، يعني فاهمين يا ولاد؟ ما تقلقش يا علي، لان احنا بنتكلم من بيتي لبيتك، فهمني يا حبيبي. وطالما احنا بنتكلم من بيتي لبيتك مفيش ليميت زي زمان ان احنا لازم نخلص كل حاجه قبل ما نقعد بشهر ونص، الكلام ده او شهرين، الكلام ده ما بقاش يعني موجود يعني. لكن مش عارف، انا هحاول بقدر المستطاع نحل ام اس كيوهات في حصص المراجعات، يعني كل ما نراجع باب نحل عليه ام اس كيوهات. بس لو لقيته هيعطلني هانفصل الام اس كيو بتاع الباب اللي راجعته في قاعده لوحده بعيد عن المراجعه. يعني ممكن ناخد مثلا باب قاعده مثلا ساعه زمن، ساعه زمن بس، قاعده ساعه زمن نحل فيها ام اس كيوهات. ساعه في اي يوم نحل ام اس كيوهات على كل باب رجعته، على كل باب رجعته. فرايدي خلاص ماشي، فرايدي ناخد يوم كده ساعه، يوم الجمعه ساعه واحده يتحل فيها الام اس كيوهات وخلاص. حاضر يا حبيبي، لازم احل معاكم اسئله الاسم بتاعت عين شمس وبتاعت القصر العيني، يعني بتوع القصر العيني احل معاهم بتوع القصر العيني وبتاعت عين شمس مع بتوع عين شمس. عينيا يا حبيبي. السؤال الغريب يا ندى شويه، الاسكي ده بيبقى حاجات على الحاله، يعني الاجابه بتختلف باختلاف الحاله، لكن هعلمكم ازاي تحلوا الاوسكي، يعني ازاي نحل اوسكي. هو انت خدت كورس الكلينيكال يا ندى ولا ما خدتهوش؟ خدت كورس الكلينيكال؟ خدته. انت عارفه مثلا ما بيقول لك العيانه دي عندها نوديول في انهو لوب، دي هحفظها لك ازاي؟ ما انت لازم تحطي ايدك على العيانه وتعرفي هي انهو لوب، فهماني يا ندى ولا لا؟ لكن يعني لا، انا مش هسكت، انا هتصرف في الكورس الكلينيكال ده، لازم هلاقي له حل يعني. مفيش حد عارف حاجه يا حبيبي، والله يا اندرو ما في حد عارف حاجه. كلنا مستنيين واخدين البوليسي اوف ويت اند سي، كلنا واخدين البوليسي اوف ويت اند سي، وبعدين لما نتزنق نقوم اي عاملين اي حاجه.
مني. لا، ما انتوا عندكم الجاينة يوم الجمعة بالليل، وانا عندي الام ار سي اس يوم الجمعة بالليل، فلو بقت يوم الجمعة تبقى يوم الجمعة بالنهار، لو بقى في قاعدة يوم الجمعة ام اس كيو هتبقى يوم الجمعة بالنهار ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حماده. نبدا بقى يا ولاد. احنا كنا بنتكلم على الارث اوف كولايتس الحصه اللي فاتت، وكنا قلنا ان الارث اوف كولايتس هي انفلاماتوري باول ديزيز، يعني انترايتس، يعني دايريه. لو كانت جاسترو انترايتس كانت بقت فوميتنج ودايريه، بس هي انترايتس، ولانها هي انترايتس هي دايريه. فاهمين على؟ وقلنا ان يميزها انها دايريه ريزيستنت فور تريتمنت، كرونيك دايريه ريزيستنت فور تريتمنت ويز ريميشنز اند اكسسربيشن. فاهمين على؟ يعني هي كرونيك دايريه ريزيستنت فور تريتمنت وكاركترايزد بالحاجه الخاصيه اللي هي موجوده في اي اوتو امين ديزيز، خاصيه الريميشنز والاكسسربيشن. فاهمين على ده؟ لا. واتفقنا ان هو مرض اوتو اميون ممكن يبقى اكساجريتد بالستريس. يعني لو في بنت فيكم عندها اسطف كولايتس، انا اخترت بنت طبعا لانها مرض اوتو اميون، كل ما الاستريس يزيد عليها هيحصل لها انتكاسه. فاهمين على ده؟ يعني كل ما الاستريس يزيد عليها هيحصل لها انتكاسه. هو بيزيد بالستريس، بيزيد بالانتبيوتكس. وبعدين كنا اتفقنا ان الالسف كولايتس ده عباره عن انفلاميشن في الكولون باماره كولايتس، والانفلاميشن في الكولون ده فيه ألسرز، وانه بيمتد من الشمال لليمين، يعني جاي من عند الريكتم ليروح لغايه السيكم كونتينوس، يعني من اول الدنتيت لاين طالع 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 على طول لغايه السيكم، من غير ما يسيب فتفوته، من غير ما يسيب فتفوته، مفيش سكيب دريجن. فاهمين على ده؟ وكنا اتفقنا ان ساعات الاليوسيكال فالف بيبقى بايظ، فيعمل حاجه اسمها باك ووش اليايتس. وكنا اتفقنا ان بيحصل الالسرز دي بتحاول تلحم، فلما تحاول تلحم بتعمل حاجه اسمها سودو بليباي، يعني لما بتحاول تلحم بتعمل حاجه اسمها سودو بليباي. وان السودو بريباي دي اديما وفايبروزيس كده حوالين الالسرز بتحاول تلحم، وان كل ما المرض بيقدم السودو بريباي يزيد. عشان كده اقول لك لو المرض اكستنسيف قوي، يعني واخد الكولون كله، او لونج تايم، او لونج تايم، او في سودو بريباي كتير، او قعد اكتر من 10 سنين، كل ده يعني يخليني اخاف من possibility to develop malignancy. وخصوصا ان المالجنسي اكتشافه على الالسف كولايتس اكتشافه صعب، يعني لما حد بيجي له الالسف كولايتس وبعدين يجي له سرطان اكتشافه صعب، لان العيان اصلا بيشتكي، يعني عشان طبيعته ان هو بيشتكي فمش عارف للدكتور. فاهمين على ده؟ فاكتشاف السرطان على الالسف كولايتس صعب شويه. وبعدين ما تخش بالمنظار الكولون كله متهربت، يعني ما انتش عارف تاخد بايوبسي منين بالظبط، الكولون كله متهربت قدامك. ولذلك اكتشاف السرطان على الأصل في كولايتس بيبقى not easy job، وساعات يبقى multi-centric، وساعات يبقى multi-centric synchronous، يعني يحصل له سرطان هنا وسرطان هنا وسرطان هنا. فمني وساعات يبقى السرطان كمان undifferentiated. فاكتشاف السرطان على أصل في كولايتس job صعبة شوية. فاهمين على ده؟ لا. تعال نشوف كده الانفستيجيشنز، احنا هنعمل انفستيجيشن ايه. اول حاجه تحطها حلقه في ودنك كده ان احنا مش في امريكا ولا في انجلترا، احنا في مصر ارض الكنان. يو هاف تو اكسكلود انفكتيف كوزيس قبل ما تقول الستف كولايتس، يعني قبل ما تنطق وتقول الستف كولايتس يو هاف تو اكسكلود انفكتيف كوزيس. خلي بالك ان انت هتدي العيان كورتيزون، فلو انفكتيف كوز واديته كورتيزون انت هتفلارش البروبلم اللي عنده. عشان كده تلاقوا يعني الدقه بقى، يعني يقول لك مثلا اعمل له ستول اناليس واعمل له ستول كلتشر، وخلي بالك لا تبقى جياردية، وخلي بالك لا يبقى سايتو ميجالو فيروس، وخلي وقيس له الكالبروتكتين في اليورين. الكالبروتكتين ده في الستول،
كالبروتكتين ده بروتين بيتفرز بالبي ان ال، كالبروتكتين ده بروتين بيتفرز بالبي ان ال. المهم ان هو ايه، سيبك من الهلس، الفكره كلها وي هاف تو اكسكلود الانفكتيف كوز الاول. طب انت مش لاقي سبب لا في الستول اناليسيز ولا في الستول كلتشر، اوكي خلاص هعمل منظار، هتعمل منظار وتاخد بايوبسي، هتعمل منظار تلاقي ايه، تلاقي الباثولوجي اللي انت حافظه، هلاقي كله ملتهب ومليان ألسرز وفي سودو غليباي والموضوع بادي من الشمال لليمين من غير سكيب ديليجن، وانا هاخد بايوبسي واطلع. طيب ممكن ايه تاني؟ ممكن باريوم انيما، بس الحقيقه الباريوم انيما دي حبان 10% من الناس بتوع الاصل في كولايتس اللي هم الكرونيك قوي، اللي هم الكرونيك قوي اولاد، بيبقى الكولوم بتاعهم ما فيهوش استريشن من كتر ما بقى فايبروتيك، ما فيهوش استريشن، فيقولوا عليه بايب ستيم. الكولون عامل كده اهو لان كولون طويل بالنسبه للتينيا كولاي، كولون طويل بالنسبه للتينيا كولاي فعامل هستريشن، فلما هيحصل فايبروزيس هيقصر ويضيق، هيقصر ويضيق، فيبقى بايب ستيم اللي هو الليت بايب ستيم ابييرنس ولوس اوف هستريشن وسودو بليباي، وده 10% من عيانين الاصل كولاي. احيانا بيبقى الدكتور الجراح اللي قاعد، يعني بالذات اولاد الناس اللي هم كانوا كبارات مننا، كان عنده في العياده حاجه اسمها ريجيد سجمويدوسكوب، بيقوم نايم العيان على جنبه، خد رجلك عليك هوب، يقوم مدخله ريجيد سجمويدوسكوب ده، خلاص اتشخ من غير تحضير ومن غير حاجه خالص. اصل هو المرض لو بدا هيبدا في الانا الكنال، انا الكنال ورقتم وسجموي كولون، فهو اول ما هيدخل السجمويدوسكوب هيشخصه. بصراحه لدى اللي طلع بعديه ارحم شويه الفليكسبل سجمويدوسكوب، ريجيد سجمويدوسكوب بتاع زمان ده ولاد انا كنت مسميه الليوازوسكوب، كان كبير كده وكانوا بيقولوا لي بندخله في العين كده من غير بنج، فانا كنت رايي ان لا يمكن عيني يشوف، يا ريت تخبيه تقول له طب لف لف هعمل لك سربرايز، وتقوم من الرد، كان حاجه صعبه قوي. لكن الفليكسبل سجمويدوسكوب ارحم شويه، الفليكسبل سجمويدوسكوب ارحم شويه ولاد. بس هو ميزه السجمويدوسكوب ده ولاد ان هو مش محتاج بريباريشن، يعني ميزه السجمويدوسكوب ده ولاد مش محتاج بريباريشن، يعني ما بتقعدش تحضر العيان وتعمل له انيماز وكده. طبعا بنعمل بلين اكس راي لو عنده توكسيك دايلاتيشن اوف ذا كولون. اعتقد انا سالت حوالي 500 مره في توكسيك دايلاتيشن وقلت ان فيه 500 ألسر، وال 500 ألسر بقوا انفكتد، فبقى عنده 500 أبسس في القولون، فالقولون اتشل، فاهمين على ده؟ فبصراحة ربنا لما بنيجي نعمل بلين اكس راي بنلاقي الترانسفيرس كولون أكتر من 6 سم، لا الترانسفيرس كولون دايليتد قوي أكتر من 6 سم، دي حاجة في دي عايز أكد على معلومة كده عشان تفهموا السطر ده. هو إحنا لما بنحب نشوف الأسوفيجس والاستومك، إشعة بالصبغة على الأسوفيجس والاستومك نعمل إيه؟ باريم يعني بامية، باريم يا مؤمن يعني بامية، بعمل باريم ميل، يعني عايز أشوف الأسوفيجس بس يبقى باريم سوالو، عايز أشوف الأسوفيجس والاستومك يبقى باريم ميل، عايز أشوف الكولون يبقى إيه؟ عايز أشوف الكولون يبقى إيه؟ يبقى باريم إنيما، باريم إنيما. لو عايز تشوف السمول انتستين يبقى باريوم ميل فولو ثرو، لو عايز تشوف السمول انتستين يبقى باريوم ميل فولو ثرو، فاهمين على ده؟ الحقيقه دلوقتي في سي تي كولونوجرافي وام ار اي كولونوجرافي حلوين قوي يا ولاد الحقيقه، ريزوليوشن كان جميل كانك بتعمل مناظير على السمول انتستين، بس فيهم عيب ما اعرفش هتعرفوه ولا لا. يعني ممكن اعمل سي تي كولونوجرافي او ام ار اي كولونوجرافي زي المناظير، الحقيقه زي المناظير اللي هو فيرتشوال كولونوسكوبي دايجنوستيك اونلي، برافو عليكم مفيش بايوبسي، برافو عليكم. فانا ممكن اعمل زي فيرتشوال كولونوسكوبي كده، فاهمين على قد بالسي تي او الام ار اي، بس فيهم عين، انت شايف ليجن، تقول له يا ده انت عندك ليجن، طب اخش بالمنظار بقى اخد بايوبسي، فالسؤال طب ما كان من الاول بالمنظار، فاهمين على ده؟ لا لما حد عنده ألستف كولايتس
لازم بنعمل له فولو اب بالكولونوسكوب، يعني بنعمل له فولو اب بالكولونوسكوب وناخد مالتيبل بايوبسيز، يعني كل سنه كولونوسكوب وناخد مالتيبل بايوبسي، كل سنه كولونوسكوب وناخد مالتيبل بايوبسي، لان العيال لايبل تو تيرن مالجنا. شايف الان منظر الميكوزا؟ شايفين السودو بوليباي؟ شايفينها؟ شايفين المنظر الاولاد بتاع اللينير ألسرز؟ اللينير ألسرز والسودو بوليباي، اللينير ألسرز والسودو بوليباي عليه. شوفوا شوفوا السودو بوليب، شايفين الاولاد دي جميلة، دي فظيعة، دي شايفينها الاولاد زي الشعب المرجانية. سما واحنا خدنا الفاميليار بالبوسكولاي، ما خدناش الفاميليار بالبوسكولاي، فانت ليه متلخبطه؟ في حد يتلخبط بين حاجه عارفها وحاجه مش عارفها؟ لما تعرفيها هتعرفي، امور مش صعبه يعني. شايفه العين ملتهب ومليان دم، ملتهب ومليان دم، فاهم؟ بالبوسكولاي مش كده خالص. تريتمنت بتاع الاصل في كولايتس هالاد ميديكال، احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان التريتمنت بتاع الالسر كولايتس ملي ميديكال، ولان العيانين لما كنا بنعمل لهم عمليه كانت الوليه بتطلع بستوما تيرمينال اليوستوم، لان كنت بعمل توتال بروكتو كولكتومي، فاهمين يا رد؟ فكانت الوليه بتطلع ب ستوما اليوستوم بتتبرز منها طول عمرها، فما كناش ميالين قوي للعمليه الا في اخر لحظه لما لقيت ديسبليزيا سيفير، ديسبليزيا وسودو بليباي كتير جدا والديسبليزيا جامده جدا، او ما اعمل عمليه. وقلت لكم ان احنا دلوقتي بدات ايدينا تطول شويه على العيانين لما بدينا نشيل كل الكولون ونسيب الانال كنال كده، وناخد حته من الاليم كده، يعني اشيل الانترفيننج وول ده واخليها زي باوش كده، زي باوش، يوم الاكل يركز فيها، لان مفيش بريستالسيس، اللوب كان عامل كده وبعدين فجاه لف وطلع، فالبريستالسيس بقت ديستورتد لما خليتها باوش، فالميه ركزت، لما الميه ركزت فيها الميه امتصت، فعملناه زي ريكتم لامتصاص الميه، زي ريكتم كده لامتصاص الميه. وبعد ما عملنا الايليا ريزرفوار ده وصلنا بيه بقيه الايه؟ الايليا. فعملنا توتال بروكتو كوليكتومي وإيليا ريزرفوار، والعام بقى كونتيننس، سيبنا له السفنكترز بتاعته، فالعيان ولاد بقى كونتيننت، فاهمين على ده؟ لا. فاحنا بنيجي على العيانين وناكلهم كويس، يعني بروتينات وفيتامينات و يعني بناكلهم اكل مغذي بس لو ريزيديو، اكل مغذي بس لو ريزيديو دايت، وبيدوا له سلفة وساليساليت. ليه اولاد سلفه؟ ليه سلفه وساليساليت؟ عشان الكولون ملتهب ومليان بكتيريا، فبنديهم سلفه وساليساليت. وبعدين هو ده والله امن حاجه اولاد، بس ساعات العيانين اللي عندهم حساسيه من السلفه فبنديهم الساليساليت، حاجه اسمها بنتازا، لكن العيانين بيبقوا محتاجين سلفه وساليساليت، لان عندهم حساسيه من السلفه هنديهم ساليساليت برا امينو ساليسيليك اسيد، هنديهم ساليساليت ونديهم فلاجيل معاه، وبنديهم استرويد اكيد. هنديهم الاسترويد ازاي؟ ممكن نديه لهم انما، يعني واحد عنده قصد في كولايتس عملت له حقنه شراجيه حطيت فيها كورتيزون، وبعدين لما ايه حطيت الكورتيزون في الحقنه الشراجيه كده، تعرفين لما واحد نعمل له حقنه شراجيه بيحس بايه؟ لما واحد قاعد بنعمل له حقنه شراجيه بيحس بايه؟ بيحس انه مزنوق، بيحس انه مزنوق عايز يخش الحمام، تقول له امسك نفسك امسك نفسك امسك نفسك، يقول لك حاضر حاضر. كل ما يمسك نفسه اكتر كل ما الكورتيزون يجي على الميكوزا، كاني حطيت له مرهم على الحساسيه، كاني حطيت له مرهم على الحساسيه كده. فالحقيقه ان الكورتيزون انما لذيذه، ممكن نديها له انما وممكن نديها له سيستميك، بس الانما احلى، حتى الانما تشتغل لوكال ولما تمتص تشتغل سيستميك، يعني ليها دي والافكت. فساعات بيدوله الاسترويد انما، ساعات بيدوله بلس استرويد يعلي الاسترويد، طبعا وقت الاكساسربيشن نعلي الاسترويد، بندي فلاجيل وبندي مونوكلونال انتيبودي،
اسمه كولي مام ماب، كولي مو ماب. بص يا لاب، مو ماب دي، ماب دي يعني مونو كلونال انتيبودي، يعني اي حاجه اخرها ماب دي يعني مونو كلونال انتيبودي. ميو دي يعني هيومن، زو يعني هيومنايزد، يعني المعامل خلتها هيومنايز. فلما اقول لك دواء زو ماب يعني مونو كلونال انتيبودي، لا انفليكسي، انفليكسي ماب. اكسي دي حاجه، عارفين نينجا ترتر يا اولاد؟ نينجا ترتر كان القائد بتاعهم واحد باين جسمه ديناصور وراسه حاجه تانية، كانوا بيعملوا ميكس من كان فار، يعني كان تعرفي لما يجي يعملوا حيوان راسه غير ايه، غير جسمه، فار بقى ولا عفريت ازرق، هما ساعات بيعملوا الحكايه دي، يجيبوا حيوان يحطوا جسمه غير راسه. الاسطوره دي بيرمزوا لها باكسي، انفليكسي ماب، يعني ده ماب مونوكلونال انتيبودي ماب بس اكسي. اكسي دي ميكس، المونوكلونال انتيبودي ميكس من حيوانين، مو يعني ماوس، مو ماب يعني اصل المونوكلونال انتيبودي ده ماوس، اكسي ماب اكتر من حيوان مع بعض، زو ماب يعني هيومنايز، مو ماب يعني هيومن، مو ماب هيومن. عشان كده انت مثلا لما تيجي تقرا كولي مو ماب، انت عارفين بتوع الاورام عارفين المشكله في كلمه كولي، بس هي دي اللي فارما، هي دي اسم الشركه او الشركه حطاه، لكن مو هيومن، ماب مونوكلونال انتيبودي، عشان كده بيحفظه اسرع، عشان هو ايه ثلاث ارباع الجمله هو عارفها اصلا، هو فاهمها، فاهمين؟ فده المونوكلونال انتيبودي بتاع الايه، الالستف كولايتس اللي هو كولي مو ماب، فاهمين على هذا؟ لا لا يا فاطمه، بتاع الكرونز الافضل فيه الانفليكسي ماب. انا ما شرحتش لسه الكرون، ما شرحتش لسه الكرونز يا ولاد. هو انتوا ليه يا ولاد؟ انتوا فاهمين ان احنا بناكل عن كويس وبنديله سترويد وبنزود الاسترويد ساعه الاكسسربيشنز، ولما الاكسسربيشن تروح نقلل الاسترويد، وان احنا بنديله سلفه وساليساليت، والعيان اللي عنده حساسيه من الساليساليت بنضطر نديله فلاجيل، واللي عنده حساسيه من السلفه بنديله فلاجيل وساليساليت، فاهمين يا ولاد؟ وممكن لو ريزيستنت فور اديوكيشن نديله مونوكلونال انتيبودي اسمه كولي، فاهمين يا ولاد؟ خلاص ايه في ايه، انا مش عايز اقول لك كده، الكلام ده واضح يا ولاد؟ مش انا بس نفسي ان انتوا تتعلموا تركزوا في الحته، الانجليزي يقولوا تو دو سمثينج ويل، دو وان ثينج ات وان تايم، اعمل حاجه واحده في الوقت ده، لكن اول ما ذهنك يشت على حته تانية هتبقى وحش في دي ووحش في دي، فاهمين الفكره؟ بس هنفسي يعني اتعلموها كده، لان انت ما تيجي تعمل حاجه ركز فيها، هي دي اللي انا عايز افهمها، بعد كده هتبقى برود، بعد كده الدنيا هتوسع. طب افرضوا ان العيان فيه مشكله بقى سيرجيكال، ليه مشكله سيرجيكال؟ عشان العيانه بقت فوفه زي بتاعت الكشري، وجوزها هيتجوز عليها، او عشان هو طفل يا عيني، فانت لو اديته كورتيزون هيبقى ستانتد جروث، فاهمين على قد، وعنده فيلير تو ثرايف، او وجود اكسترا انتستاينال مانيفستيشن عنيفه، بالذات يا اولاد الثرومبو امبوليك مانيفستيشن والاريسما نودوزم بتختفي بعد العمليه، الثرومبو امبوليك مانيفستيشن والاريسما نودوزم، لكن في حاجات تانية تتحسن زي البيوديرما جانجرينوزا، وفي حاجات ما بتعبرناش ولا بتتحسن زي السكليروزنج كولانجايتس. فالاكسترا انتستاينال مانيفستيشن فيها حاجات بتتحسن بالعمليه فعلا، فاهمين يا ولاد؟ او ان العيان جاله كومبليكيشن زي ايه؟ يعني جاله دايريا جامده قوي، فالمنا
فهو بيقول لك يا دكتور انا تعبان في حياتي، يعني انا كل زمايلي بيقعدوا ياخدوا المحاضره وانا باخد نص المحاضره من الحمام، يعني لازم اخد نص المحاضره في الحمام ونصها قاعد، وانا بصراحه حياتي تعبانه يعني. فلو فال من انتكيس كده لا انا هعمل عمليه. لو توكسيك ميجا كولون، وقلت لكم في التوكسيك ميجا كولون بيبقى الترانسفيرس كولون واسع قوي اكتر من 6 سنتي وممكن يتخرم. طبعا لو اتخرم ده ابسوليوت انديكيشن فور سيرجري، يعني لو اتخرم ده ابسوليوت. الاصل في كولايتس مش طبيعي انها تخرم، لان الاصل في كولايتس بتاخد الميكوزا والسب ميكوزا. الاصل في كولايتس مش طبيعي انها تخرم، لان الاصل في كولايتس بتاخد الميكوزا والسب ميكوزا، هي دي حدودها. لكن لو الكونديشن بقت سيفير هتاخد ميكوزا وسب ميكوزا وماسكولوزا. يعني الفالمينانت التوكسيك ميجا كولون ده هو الحاجه الوحيده اللي يتاخد فيها ميكوزا وسب ميكوزا وماسكولوزا وسيروزا، هي التوكسيك ميجا كولون دي. التوكسيك ميجا كولون بقى ممكن يتخرم فعلا، القولون متشل مشلول. معروفه قوي في الام اس كيو حكايه ان الترانسفيرس كولون اكتر من 6 سم، يعني التوكسيك ميجا كولون في الاكس راي ترانسفيرس كولون اكتر من 6 سم، مشهوره قوي في الام اس كيو. لو اتخرم بقى وبقى في اير اندر دافراد ده ابسوليوت انديكيشن، خلاص لازم اتدخل. او واحد عنده 500 ألسر يا اولاد، ال 500 ألسر بيخروا الدم، 500 ألسر بيخروا الدم، دم كتير، دم كتير، ونوت ريسبوندنج تو تريتمنت، او مالجنسي. طبعا قلبت مالجنسي وده ابسوليوت انديكيشن، عشان كده دايما في اتنين ابسوليوت انديكيشن، انها قلبت مالجنان او اتخرمت. قلبت مالجنانت او ايه او اتخرب، فاهمين على هذا؟ لا بص يا لاد، دي اول عمليه ان انا اعمل توتال بروكتو كوليكتومي. طبعا توتال كوليكتومي يعني اشيل الكولون من غير الريكتوم، فلو قلت توتال بروكتو كوليكتومي يعني انا هشيل الكولون بالريكتوم، فاهمين؟ توتال كوليكتومي سهله، يعني هشيل الكولون. توتال بروكتو كوليكتوم يعني اشيل الكولون والريكتم، الكلام واضح صح؟ طب وانت لو شلت الكولون والريكتم مش هتبقى الا الايليوم، افتحه على بطن العام بستوما وحط له كيس يتبرز فيه. دي اقدم عمليه، دي اقدم عمليه عندنا، ان احنا نعمل توتال بروكتو كوليكتومي وترمينال اليوستومي، يفضل العام بقيت عمره كله يتبرز في الكيس. امال احنا بدينا نعمل ايه بعد كده؟ بدينا نحاول نعمل توتال كوليكتومي مش بروكتو كوليكتومي، ونسيب الريكتوم لغايه ما يتعافى، وبعدين ناخد الاليوم نحطه في الريكتوم على امل بس ان العيان يتبرز عادي، يعني فاهمين على ده؟ يعني ممكن نعمل توتال كوليكتومي ونسيب الريكتوم ونحاول نحط بعد كده التيرمينال اليوم في ايه؟ في الريكتوم لما الريكتوم يتعافى. بس طبعا ده محتاج ان انا بعد كده افضل اتابع الريكتوم طول الوقت. امال ايه احدث حاجه؟ انك تعمل توتال بروكتو كوليكت وتسيب الانال كنال، تسيب الانال كنال، وناخد حته ايليام نعملها باوش. الباوش ده باخد حته ايليام كده يا ولاد، اتنيها كده وبالدباسه بقطع الانترفيننج وول ده، فيبقى باوش عامل كده، يعني بالدباسه بقطع الانترفيننج وول ده فيبقى باوش عامل كده. ده طبعا اسمه جي باوش، ممكن نعمله حاجه تانيه، نعملوه كده W باوش ويشيلوا الانترفيننج وول هنا وهنا وهنا، فاعملوا باوش كبير قوي يعني لوكشالو. مالكوش دعوه بالتكنيك مش عليكم، بس انا هاخد حته ايليام واظبطها مع بعض كده واعملها جيب، اعملها جيب، واجي على الانال كنال اللي فيها الاسفنكترز، اجي على الانال كنال كده اللي فيها الاسفنكتر واقوم حاطط الجيب ده عليها. والله هو كان في بريستاليسيس بس انا عملت لها ديستورشن، عملت لها ديستورشن بقى فيستيزيس، فالكاكال فلويد لما يجي هيركز هنا يقوم يتشفط ويمشي في الدم وينشف شويه فما يعملش كونتنت ان كونتنت، وبعدين احط فيها بقيه الايدي. هي دي احدث واحده، هي دي احلى واحده. يعني كنا زمان نعمل توتال بروكتو كوليكتوم الى ريزرفوار، وبعدين بطلناها لان واليوستو توتال بروكتو كوليكتوم اليوستو، اشمعنى بطلناها؟ اشمعنى؟ يعني حاطط طول عمره يتبرز في كيس. وبعدين واحد حاول يتجنب الحكايه دي فعمل توتال كوليكتومي وساب الريكتم، وعمل تمبوراري كده اليوستومي تمبوراري وساب الريكتم لغايه ما يتعافى.
وفي ناس بتقوم داخله شايله الميكوزه بتاع الرقبه، يعني يقول لك مش المرض في الميكوزه، يشيل الميكوزه بتاع الرقبه ويسيب الرقبه مع الماسكولوزه. بنحقن سلاين ادرينالين تحت الميكوزه كده يا ولاد، تقول الميكوزه تقب فشلها زي ما دي مثلا هنا كده، وقام حاقن ادرينالين سلاين فتعمل بلب فقوم شايلها، هشيل الحته دي، المصل موجوده، المصل موجوده باينه قدامي، بس انا شلت الميكوزا، بس انا شلت الميكوزا. فانا ممكن اعمل توتال كوليكتومي، كلمه ما فيهاش بروكتو خالص، صح؟ انا عملت حاجه اسمها توتال كوليكتومي ما فيهاش بروكتو خالص. طب هتتصرف مع الريكتوم ازاي؟ هبقى احط فيه الاليوم واعمل له متابعه طول عمره، او اعمل توتال كوليكتومي، شوفوا بقى الكلام، وميكوزا البروكتكتومي، يعني اشيل الميكوزا بتاعه الريكتوم واقوم عامل اليوريكتال اناستوموزيس. انا عملت سبت الريكتوم، سبته بوش كبوش كبوش بالمصل بس، طبعا هيبقى فايبروتك، هيبقى عره فايبروتك وشرانكن، لكن يعني كانت محاوله. خلي بالكم مش هي دي الحاجه الحلوه، بس هي دي المحاوله، ان احنا نخلي العيان مش كونتنا. ولو انت متضايق من اللي الناس عملته، تخيل ان انت ان كنت، وان انت عندك خرم في بطنك بتتبرز منه قاعد في وسط زمايلك، وانت تفهمني الناس عماله تحاول ليه، وما تقعدش بقى ايه زي سلمى كده تقول لك ايه ده، والميكوزا مش هترجع تاني يا دكتور، هسيب بتاع الباثولوجي وترجع تاني للريكتم اللي سابته، حاتم الميكوزا دي بتاعت الريكتم ده ليه ممكن تسيبه ابدا؟ شويه اسئله بقى اللي هي يعني انتوا فاهمين فاهمين انا؟ العفو يا سلمى. اي خدمه يا سلمى، اي خدمه. بس انا شلت الميكوزا، هترجع تاني ازاي يا سلمى؟ يعني انا واحد شلت ايديه، شلت قطعت ايده وخدتها ومشيت، لقيت ايده قالت لا سيبني سيبني انا راجعه له، انا ايده هو، انا ايده هو مش ايدك انت. يعني انا سلمى مش مهم، انتوا ولاد تعالوا انا اخش بيكم كاس العالم، يعني لو قالوا لي اخش بيكم كاس العالم اخش بيكم كاس. طبعا الاسئله دي بيبقى في مجملها يا ولاد، الطالب مش عايز يحفظ مثلا توتال كوليكتومي وميكوزا البروكتكتومي وايليو ريكت، تقول ايه 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 لك ايه ايه الانجليزي ده كله؟ تقول له اصل انا شلت الميكوزا بتاعت الريكتم، يقول لك شلت الميكوزا بتاعت وسبت الريكتم من غير ميكوزا، ياه. تقول له طب انت متخيل ان انا لو شلت الريكتم سبت الريكتم من غير ميكوزا ايه المشكله يعني؟ انا هحفظ ميكوزا البروكتكتومي، يعني المشكله انا هحفظ ميكوزا البروكتكتومي، هيبقى الكلام كبير قوي بالانجليزي جنب بعضه. ولذلك بقى ايه، انا عايز اوفر عليكم التعب بصراحه، احلى حاجه توتال كوليكتومي وايليا ريزرفوار، توتال بروكتو كوليكتومي وايليا ريزرفوار، توتال بروكتو كوليكتومي وايليا الايه ريزرفوار، فاهمين على؟ شوفوا قد البوشات اللي بنعملها، خلي بالكم مثلا البوش ده الحته دي نافده على دي، يعني الانترفينينج وول ده مفتوح، فالحته دي نافده على دي، فدي عامله زي حرف الاس، فقولوا عليها اس باوش. شايفين دي جي؟ طبعا هنا في خياطه، اللوب ده مخروم على ده، نافدين على بعض، ما فيش انترفينينج وول، دول متخاطين في بعض. واحد عمل باوش كبير قوي دبليو، كلها باوشات، وبعدين في الاخر هوصل فيها بقيه الايليوم، في الاخر هوصل فيها بقيه الايليوم. طب وايه دي الانر كانال؟ طب وانت سايبها ليه؟ عشان عليها الاسفنكت، سايبها عشان عليها الاسفنكت. طب انت عملت عمليه اسمها ايه؟ اسمها توتال بروكتو كوليكتو، يعني شلت كله الريكتوم وسبت الانر كانال ليه؟ عشان على سفنج. طب وحطيت ايه بدل الريكتوم؟ ريزرفوار. الريزرفوار ده حته ايه؟ حته من الاليوم. طب وحته الاليوم دي مش هترجع له تاني؟ مش هترجع للاليوم تاني؟ لا مش هترجع، هتفضل باوش. لو وروني وروني مين هيقدر يطلع سؤال، وروني. 5% من عيانين بتوع الاستف كولايتس اولاد بيخفوا خالص، ما بيحتاجوش اي حاجه، بيخفوا خالص، يجي لهم مره الاستف كولايتس وخف. لكن معظم الناس اولاد 60 70% هم دول اللي بيجي لهم بقى ريميشن واكسسربيشن، ريميشن وريلابسز، وكل مره جبله سيل تلتهب بفايبروزس، تلتهب وتيل بفايبروزس، فقولوا على المجموعه دي جبله سيل ديبليشن، يعني جبله سيل بتاعتهم بتقل. طبعا انا عارف ان انتوا عندكم يعني جبله سيل بتقل يا ولاد، يعني مفيش مخاط، مفيش زفلطه. تخيل لو الكاكا بتاعك ما بيتزفلطش، ده يوجع قد ايه ويعور قد ايه يا ولاد.
عارف ان انتوا ما بتحبوش الجبنة سيل دولت، يعني بالنسبة لكم هي عبارة عن خلايا كده وعاملة كده من هنا، والنيوكليوس والسيتوبلازم هنا، ودي مليانة ميوكاس وخلاص، وهي دي جبنة سيل. لا دي رحمة، يا لهوي رحمة من عند ربنا. كل شوية الميوكاس ميمبرين يلتهب ويهب فايبروز، كل شوية الميوكاس ميمبرين يلتهب ويهب فايبروز، فالجبنة سيل يا عيني عمالة تقل، والقاقاع ينزل ناشف من غير مخاط. 10% هيبقى كرونيك ويهيل بفايبروزيس ويعمل ليد بايب ستيم، 10% هيبقى كرونيك ويهيل بفايبروزيس ويعمل ليد بايب ستيم، 10% هيخشوا في فالمينانت كولايتس، وممكن يخشوا في توكسيك دايلاتيشن اوف ذا كولون. فاهمين على؟ يعني 10% بقى هيبقوا فالمينانت جامد، وممكن يخشوا في توكسيك دايلاتيشن اوف ذا كولون. طبعا احنا بنخاف قوي من لونج ستاندنج اسيتيف كولايتس عشان السرطان، وطبعا كل ما كان العنس صغير في السن كل ما هيعيش، كل ما هيعيش اكتر. يعني العيان اللي العيان اولاد اللي هيجي لها اسيتيف كولايتس وعندها 20 سنه دي هتعيش لغايه عندها 60 سنه ولا 70 سنه، واللي يعيش يا اولاد يا ما نشوف. لكن لو واحدة جالها اسيتيف كولايتس وعندها 50 سنة، يا عم انت خايف من ايه؟ خايف؟ لا، نسبة السرطان بتزيد بعد 10 15 سنة. راجل 10 15 سنة دي تغير ناس كتير، ممكن تكون تموت من مايكاردا انفاركشن، تقع في بلاعة، تقع عليها بلكونة، يعني اكيد فيها اسباب تانية للوفاة يعني. فاهمين؟ فاحنا العيان الصغير ده مشكلة، لو لونج سيجمنت افكتد يكون كله افكتد، او العام بقاله كتير او عنده اسيتيف كولايتس، يعني يا وقت كتير يا سيفيريتي كتيره، يا عيان صغير وقت كتير سيفيريتي كتيره عيان ايه صغير. نيجي للكرونز. الحقيقه الكرونز انا قلت لكم انه زي الاسيتيف كولايتس في اعراضه، دايريا دايريا فهمنا لا، والدايريا دي فيها ريميشن وايه واكساسيرفيشن، هذا الاسيتيف كولايتس. ولعلمكم ليه اكسترا انتستاينال مانيفستيشن زي الاسيف كولايتس، يعني يعمل مثلا انكلوزنج سبوندولايتس وروماتويد ارثرا وبايوديرما جانجرينوزا وإريسما نودوزا مسرومبو امبوليك مانيفستيشن وابسس السا. بصوا نفس الكلام، شوف احمد مش حافظ حاجه غير ابسس السا، هي دي الوحيده اللي حافظها. فهمنا؟ لكن ايه زي ما انتم شايفين هو الاكسترا انتستاينال مانيفستيشن ذا سيم. طب الانتستاينال سيمتومز ذا سيم، الانتستاينال سيمتومز كسيمتوم ذا سيم، انما كباثولوجي هم مختلفين خالص. الفرق بين الكرونز والاسيتيف كولايتس زي الفرق بين مكوك الفضاء تشالنجر وقرص الطعميه، يعني الاسيتيف كولايتس بيجي في الكولون بس، كرونز بيجي في اي حته من الماوس لغايه الانس. فاهمين على ده؟ اكتر حته التيرمينال ايليوم، انا قلت لكم اكتر حته التيرمينال ايليوم لدرجه ايه، يعني حكيت لكم كده لدرجه ايه ان انت حافظ ان اكتر حته التيرمينال، ان كان اسمه ريجينال ايليتس جدع ادم روان، انه كان اسمه ريجينال ايليتس، وانهم لما لقوه بيجي في اي حته من الماوس للانس اضطروا يغيروا الاسم، وما بقاش اسمه ريجينال ايليتس، بقى اسمه كرونز على اسم الراجل. وقلت لكم ان اكتر حته التيرمينال ايليوم يليها ايه، يليها ايه؟ كولون. تمام، شاطره يا سلمى. وبعد الكولون راحت اماني ايه جري قالت لقينا الكنال بسرعه قبل ما السؤال يجي. ليه بقى؟ هما فاهمين ان تيرمينال ايليوم كولون اين الكنال، الحال اللي هي بتبقى ايه اورينتد تو تايم بليس اند ايه بيرسونز. وانا الحقيقه برضو الاختلاف الرهيب عن الاسيتيف كولايتس اني باخد كل الليرز، ميكوزا وصب ميكوزا ومسكولوزا وسيروزا وايه تاني، يعني هو ياخد اي حته في الجي اي تي، ادي عموميه. عموميه تانيه ان بياخد اي لير، ميكوزا صب ميكوزا ماسكولوزا سيروزا. طب لما هو هياخد العموميه في الطول والعموميه في العرض، طب سيب اي عموميه بقى، سكيب ديليجن، ان في يعني ياخد حته ويسيب الباقي، ياخد حته ويسيب الباقي، يعني بيلقط بيلقط. يعني احنا برضه يا رجاله عارفين احنا نفسنا مختلفين. انبوبه بتزق كده، انبوبه بتزق كده، رحت انا تانيها ومخيطها ببعض، فالبريستاليسيز لقت نفسها بقت ديستورتد،
ديستورتد، لان رحت ملولوها كده وقعدت اوصلها ببعض، تيجي ترمي هنا تقوم راجعه تاني، تيجي ترمي هنا تقوم راجعه تاني، بقت الحاجات واصله ببعض، حصل استيزس. يعني انا لو خدت الاورطه بتاعك وخيطته في الاورطه بتاع الفيل ابو زلومه، فاصبح الاورطه بتاعك والاورطه بتاع الفيل ابو زلومه انبوبه واحده، وبقى واسع، اورطه واسع، ولوز وريدندنت وريزيستنت فور اديوكيشن. يا نور، هو مين نور ده صحيح؟ ولد ولا بنت؟ نور ولد ولا بنت؟ ولد. نور طريش ده ولد ولا بنت؟ لا، يبقى البنات بتعيط. لا مجراش حاجة يا نور، أصحاب البنات ده ولاد غير الولاد، الولاد ده تقعد تهري فيهم تضربه في الحيطة يرد لك، غير البنت، البنت أول ما تعمل لي حاجة ومستعصدني وقال لي، فأنا بقلق من البنات شوية غير الولاد، الولاد بيبقوا جامدين، تبهدل فيه ما تبهدل فيه، أقول لك بص ولو عملت إيه حتى، يعني البنات رهيفة المشاعر، يعني مش رهيفة شوية. المهم يا ولاد، نرجع للكرونز، بس هي راحت ايه سألاني سؤال وانا في وسط الكرونز. فالكرونز ده بياخد اي حتة من الماوس للإنس، ادي اول عمومين، بياخد اي طبقة، ميكوزا سب ميكوزا ماسكولوزا كل الطبقات، فخد واحدة عمومية بالطول وواحدة عمومية بالعرض، مفيش اي حاجة خصوصية سكيب ديليجن. يعني اقول لكم مثال، واحد طبيعته في اكله ان انت حاطط له طبق لحمه مشويه وطبق فراخ مشويه وطبق كبده مشويه، فخد الكبده المشويه اكلها وبعدين كل الفراخ المشويه وبعدين كل اللحمه المشويه، واحد تاني حطيت قدامه ثلاث اطباق، مد صباع على الكبده وصباع على الفراخ وصباع على اللحمه، صباع على الكبده صباع على الفراخ صباع على اللحمه، فمين الفرق؟ مين فيهم اصطف كولايتر؟ اللي مشي على الاطباق طبق طبق يخلصه، لكن اللي بينقنق ده كرونز، اللي بينقنق ده كرونز، ده بياخد حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا، اللي بينقنق في اكله ده كرونز، شبه الكرونز. عشان كده انت ما تيجي تبص على اصحابك وما بياكلوا سهل قوي تقسموا اصطف كولايتس وكرون، فاهمين على ده؟ لا الحقيقه ان الكرونز فيها ظاهره غريبه كده، جرانيلوما شبه التي بي بس نقطه زيتنج، يعني هي تحت الميكروسكوب جرانيلوما زي التي بي بس نقطه زيتنج. والمثال نفسه صعب، معلش يا ولاد انا هسحب هذا المثال بس عارف انا حاسس انه سهل، يعني الله يخرب بيت سنينك ولا الحياه العامه فاهمين. فهو جرانيلوما شبه التي بي بس نقطه زيتنج، جرانيلوما شبه التي بي بالظبط بس نقطه زيتي، لدرجه ان هم بيقولوا انها هيطلع ميكروب زي بتاع التي بي بس احنا مش ما اكتشفناهوش لسه، يعني حاجه زي الكورونا كده فاهمين يا رجل. وبعدين اصل اللي بياخد كل الطبقات، فلما السيروزا بتلتهب الفات بيجي عليها ويعمل حاجه اسمها فات روب، فات روب يعني الالتهاب واخد ميكوزا وساب ميكوزا ماسكولوزا وسيروزا، عارفين السيروزا دي بره صح؟ كده عارفين السيروزا بره، فالسيروزا لما بتلتهب بره الفات بيجي عليها فيعمل فات روب، يعمل فات روب، فيقول لك بصوا على هذا من جوه كوبل ستون، عارفين انتوا ساعات بنشوف ارضيات كده في اسكندريه كوبل ستون، الميكوزا كوبل ستون، شايفين سكيب ديليجن، شايفين كوبل ستون وحته قشطه وبعدين حته كوبل ستون وحته قشطه، فاهمين على هذا؟ دي سكيب ديليجن، شايفين الكوبل ستون؟ جايب حاجه تانية؟ لا طيب طالما مش جايب التانية نبص على دي، شايفين الفات روب؟ يعني من جوه كوبل ستون ومن بره فات روب. ما انا مش عارف، انا الواد حموده ما قاليش مسا مسا، فالظاهر ان هو مش موجود، الظاهر ان هو مش موجود النهارده، قعد في البحر، مش موجود النهارده على البحر، المفروض ان هو على البحر. المهم الولاد ان هو من جوه كوبل ستون ومن بره فات ايه روب، وكل دي جرانيلوما نوت زيتي، فاهمين على ده؟ لا الحقيقه طب الكلينيكال بيكتشر بتاعته ايه؟ زي الاصطف كولايتس. طب الاكسترا انتستاينال مانيفستيشن زي الاصطف كولايتس. ما يفرق عن الاصطف كولايتس في ايه؟ كومبليكيشن.
اصل هو واخد اللايرز كلها، فسهل قوي ان يعمل فيستن. يعني مثلا انتستن كده فيها كرونز، ماشي جنبها لوب تاني من الانتستن فيه كرونز هو كمان، فهيلزقوا ببعض يعملوا فيستن، او لوب من الانتستن كده من الكولون فيه كرونز جنبه اليورينري بلادر يقوم لازق فيها وعامل فيستن. فلان الكرونز بيلهب كل الطبقات، فمن مشاكل الكرونز يا اولاد ان هو بيعمل فيستلا، لا مش معنى عشان هو بياخد كل الطبقات. المشكله التانية في الكرونز ان هو لما بيلتهب بيلهب السمول انتستن، يعني الاصل في كولايتس في اللارج انتستن، لكن الكرونز في السمول انتستن، فالسمول انتستن مع الالتهابات بتضيق، فممكن تعمل انتستينال اوبستراكشن. السؤال الجاي، مين اكتر انديكيشن في الجراحه في الكرونز انديكيشن فور سيرجري؟ الانتستينال اوبستراكشن. طب مين اكتر كومبليكيشن للكرونز بتحصل؟ الفيستر. السؤال الجاي، طيب هو ازاي اكتر كومبليكيشن للفيستلا واكتر انديكيشن فور سيرجري انتستينال اوبستراكشن؟ ساعات الفيستلا بتخف على التريك، الانتستينال اوبستراكشن لا. يعني ساعات العيان اللي عنده فيستلا ده ياخد مونوكلونال انتي بودي يخف، لكن اللي عنده فيستلا لا. ولذلك اكتر كومبليكيشن استاتستيكالي الفيستلا، لكن اكتر انديكيشن فور سيرجري الانتستينال اوبستراكشن. اكتر كومبليكيشن للكرونز، اكتر كومبليكيشن للكرونز الفيستلا، لكن اكتر انديكيشن للجراحه الانتستينال اوبستراكشن. عيان الكرونز لما بيجي له انتستينال اوبستراكشن لازم يفتح، لكن عن الكرونز لما بيجي له فيستلا ساعات لما ادي له ميديكال تريتمنت مونوكلونال انتي بودي يخف. ولذلك استاتستيكالي لما اقول لك اكتر كومبليكيشن استاتستيكالي انت هتقول لي الفيستلا، لكن لما اقول لك اكتر انديكيشن فور سيرجري هيبقى الانتستينال اوبستراكشن. فاهمينها على ده؟ لا فاهمينها. يعني لو قلت لك اكتر انديكيشن فور سيرجري ايه في الكرونز؟ اكتر انديكيشن فور سيرجري انتستينال اوبستراكشن، مظبوط. ايه اكتر كومبليكيشن للكرونز؟ فيستلا. تمام. كرونز يا اولاد لما بيجي في الانس بيبهدلها، كرونز لما بيجي في الانس بيبهدل الانس، بيخليها شوارع التهابات وفيستلا وفشر وبواسير. بصوا بيجيب باب الانال كانال كله يحطه في الانس. ودي الثيرد كومن سايت، يعني الاليوم وبعدين الكولون وبعدين الانس. لما بيجي في الانس يا اولاد بيخليها شوارع من الفيشرز والسابيوريشن والفيستلا والبواسير. اكتر من الاصف كلايتس بكتير. كرونز لما بيجي في الانس يعني بيظبط العفشه بصراحه، بيخليها ما تنفعش التعريف. من لا واضحه. قبل ما عشان خاطر نور بس يا اولاد، هي دي الفاشن يا نور، هي دي الفاشن، ان انا اجيب اللوب احطه كده وافتح دول على بعض واخيطهم بالدباسه، يعني بحط دباسه بيناتهم واخيطهم وبعدين افتح دول على بعض وادبسهم بالدباسه، فيبقى ده مفتوح على ده مفتوح على ده. ده الاورطه بتاع الولا، وده الاورطه بتاع واحد تاني، وده بتاع الفيل مثلا، كلهم بقى فاتحين مع بعض، فاتحين مع بعض، عاملين ستيزس، عاملين ستيزس، والستيزيس ده بيخلي الماء تتشفط. تمام يا نور ولا لا؟ نور فهمت ولا ما فهمتيش يا نور؟ تمام. الانفستيجيشن طبعا زي الالسف كولايتس، اول حاجه اكسكلود الانفكتيف كوز. ربنا يكرمك يا اولاد، ما حدش ينسى الكلمه دي، اكسكلود الانفكتيف كوز اوف داريا. مهم قوي يا اولاد احنا في مصر، اكسكلود الانفكتيف كوز اوف داريا. وبعدين بقى لما ما تلاقيش انفكشن هي اللي عامله الدائريه، اعمل كولونوسكوب وخد بايوبسي. فاهمين على ده؟ لما تلاقي ان ما فيش انفكشن معين هو اللي عامل دائريه، خلاص خد بايوبسي، يعني دخل الكولونوسكوب بتاعك وخد بايوبسي، خلاص العين اتشخص. فاهمين على ده؟ ممكن نعمل باريام ميل فولو ثرو، هلاقي التيرمينال ايليوم ضيق. فاهمين على ده؟ التيرمينال ايليوم لما يبقى ضيق كده يا اولاد كرونز يقولوا عليها سترينج ساين. سترينج يعني فتله او حبل. سترينج ساين اوف كانتور، الراجل اللي وصفها اسمه كانتور، يعني الراجل اللي وصف المرض اسمه كرونز. سيبكم الانجليزي، كرونز، واللي وصف الحته الضيقه كانتور، يعني كلهم بالكاف، كلهم بالكاف.
اللي وصف المرض كرونز، واللي وصف الحتة الضيقة مين؟ كانتر. فاهمين على ده؟ لا طبعا، ممكن اعمل سي تي او ام ار اي انتروجرافي، قلت لكم انها جميله قوي بس ما فيش بايوبسي. يعني ممكن اعمل سي تي او ام ار اي انتروجرافي ونعمل الحاجات الجميله قوي، بس هي مشكلتها ما فيش بايوبسي. تريتمنت ميديكال، اكله كويس، لو في مغص اديله انتي سبازموتيك، اديله سلساليت، واديله سلفا، اديله بنتازا، اديله فلاجيل. شوف المونوكلونال انتيبودي بتاعه انفليكسي ماب اكسي اكسي، دي يعني ميكس بين حيوانين. هتفهموني أه، او انا بشرح الحاجات دي للعيال بتوع عين شمس. يعني عيال بتوع عين شمس ان شاء الله لما نيجي نديهم باب الانكولوجي هبقى يعني بقول لهم ازاي النومنكلتشرز دي بتتعمل، يعني فاهمني، والحيوان اللي هو ميكسد على بعض وبتاع. فهي دي انفليكسي ماب، ده بتاع الكرون فاهمين. لكن الكوليموماب ده بتاع الايه، الالستف كولايتس. السؤال الجاي، طب وايه الرول اوف سيرجري في الكرونز؟ بصراحه انا ما اقدرش اخش اعالج واحد كرونز بعمليه، احنا هنهزر، ده عامل حته في الاسوفجس وحته في الاستومك وحته في السمول انتستين حته في اللارج انتستين، يعني العين هيبقى ميد ان ايجيبت. لا، هو كوليموماب بتاع الالستف كولايتس، والانفليكسي ماب احسن في الكرونز. اللي عامل السلايدز دي بنت، يعني اللي عامل السلايدز دي قطه، وعشان اللي عامله السلايدز قطه هتلاحظوا ان الالوان جميله تحفه، الالوان تحفه، وهي برضو يعني واحده من قططي الشاطره، يعني هي قطه شاطره نقطه. بس انا يعني ما حبيتش اضغط عليها اكتر واخليها تعمل كل البرزنتيشنز، لان برضو يعني هي بتذاكر عشان تاخد اي سي ام دي وتمشي، هي سادسه الدفعه بس هي بتذاكر عايزه تاخد اي سي ام دي وتجري، يعني فاهمين على ده؟ فما حبيتش اضغط عليها يعني، بس هي البنات بتبقى مختلفه اولاد في الحاجات دي، يعني حد عايز يعمل برزنتيشن حلو بالوان جميله بنت طبعا يعني. ربنا يكرمها يا رب. المهم الاد ايه، انا الجراحه مش هقدر ان انا اعمل جراحه للكرونز، لان الكرونز في كل حته يعني. طيب امال هعمل ايه لو جاله انتصار اوبستراكشن؟ هعمل ريسكشن انا سموز، يعني الحته اللي عامله اوبستراكشن هعملها ريسكشن انا سموز، او ممكن اعمل استريكشر بلاستي يعني كده، يعني حته ضيقه كده او مفتحها بالطول واقفلها بالعرض فتوسع. تعرفين انا لو جبت شراب ورحت فاتح الشراب بالطول وقافله بالعرض يوسع. انا عملت لكم على الحكايه دي، عملت لكم ليها فيديو فابوس ايدك افهم على الصفحه، صح؟ عملت لكم عليها فيديو ان ازاي نجيب حاجه بالطول افتحها بالطول واقفلها بالعرض فتوسع. عملت لكم عليها فيديو يا ولاد؟ جميل. اللي مش فاهم يعني ايه استركشر بلاستي، ان انا افتح الحاجه بالطول واقفلها بالعرض، يرجع للصفحه يشوف الفيديو بتاع بتاعها فابوس ايدك تفهم. فاهمين على ده؟ فاحنا ايه، ممكن نعمل لو حته ضيقه ممكن اعمل ريسكشن وانا سموز، دي سهله، ضيقه اعمل ريسكشن وانا سموز. ممكن اقطع بالطول واقفل بالعرض يعني، فدي استركشر بلاستي. طيب لو كرونز وعامل سكندري يعني، دي بقى سؤال اي كيو، يا رب يجاوب يا رب. لو حد عنده كرونز كده وبعدين الكرونز عمل التهابات وعمل ابسس في البطن كده، يعني الكرونز حصل عليه سكندري انفكشن فعمل ابسس في البطن، اعمل ايه يا ولاد؟ اعمل ايه؟ الترا ساوند جايدد اسبيريشن وبيك تيل اف فيلد نتيجه ثيك باس او مالتي لوكيليتد اوبن درينج. فولاد لو واحد عنده ابسس في البطن كده هنعمل ايه؟ نفضي امه. مش كده يعني، وناس قالت لي بقى، بص هقول لك نفس الكلام بس بالانجليزي، وانس باس ايكوال درينج. مش احنا حافظين يا اولاد لما حد يبقى عنده ابسس في البطن، فاحنا يا رب نعمل له الترا ساوند جادد اسبيريشن وبيكتير، ولو فيل لانه ثيك باس او مالتي لوكيليتد بنعمل اوبن درينج. مش دي قواعد؟ احفظ بقى ربنا يخليك، حاطط هتتجوزه وانت مش عارف تحفظ كلمتين. من عاد
فلو جاء ايه يعني ابسس كده في الكرونز، هنعمل الترا ساوند جايدد اسبيريشن ايه فيلد ايه اوبن درينج. هناخد بريك يا اولاد ربع ساعه، مش عشان انا بديكم بريك بدري شويه، معلش عشان ايه النت عندي بره قطعه، في اكسس بوينت فيها حاجه او بايظه، ففي مهندس بيغيرها بتاع، فعايز اطلع اديله فلوس وكده وبتاع مش عارف ايه، وبعدين نخش تاني. فاحنا نقول ان انا نخش 8 ونص و5 ربع ساعه بقى. دكاتره يعني ايه الجراحه انديكيتد؟ ليه الجراحه انديكيتد ان مال نيوتريشن؟ كويس قدنا. هو الواد اسامه هنا يا ولاد؟ الواد اسامه اللي عيد ميلاده النهارده، كل سنه وانت طيب يا اسامه، هنعمل لك يا حبيبي عيد ميلادك دلوقتي. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو اسامه، هابي بيرثداي تو يو. يلا حالا حالا بالا هنا ابو الفصل، هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد، فالتح يا ابو الفاصل. ايه ان شاء الله يا حبيبي اما اشوفك ليك شوكولاته، يعني كل واحد عملت له عيد ميلاده اون ستريمينج المفروض ان ليه بذمتي شوكولاته، اول ما اشوف كهات هديك الشوكولاته ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله السنه الجايه تبقى بتعمل عيد ميلادك مع المزه بقى وسلو دانس بقى وانوار الشموع وهوسه بقى، غير الكلام الزباله اللي احنا بنعمله، غير الكلام الزبالة اللي احنا بنعمله ده. ولاد دلوقتي ولاد ايه، احنا هنتكلم على الايه البلهارسيا. البلهارسيا ده ولاد اجمل قصة حب في تاريخ البارازايت. مفيش حد بيحب حد ولاد قد دوت البلهارسيا، الميل والفيميل دول اكتر اتنين بيحبوا بعض. يعني بيبقى الفلاح واقف في الترعة في السركارية ما بعرفش يرقص، وانا يعني بقول له ارقص على واحدة ونص تسلو دانس يعني. وبعدين ليه ما بعرفش يرقص يا حبيبي؟ دي اتنين صوص، شيك شك شوك، ثلاثة صوص، ثلاثة صوص، واحدة ونص. يبقى فكرني يا حبيبي في لو ربنا احيانا وعملنا ديش بارتي والصين حنت علينا بالفاكسين وبطلوا ياكلوا خفافيش ان شاء الله نعمل ديش بارتي. دوت البلهارسيا ده ولاد لما السركاريا بتروح الليفر بتتحول الى ماتيور ميل اند فيميل. الميل عريض بيعرف يعوم، لكن الفيميل رفيعه ما تعرفش تعوم. يقوم الميل طابق على الفيميل كده يا ولاد عشان ما تقعش منه. شوف انت الصوره في على كتاب البارا سايتولوجي. وبعدين ايه ده البورتال سيركيليشن، يبدا ايه يعوم ضد التيار، ياخد الفيميل ويعوم ضد تيار الدم. طبعا انا ايه عارف ان انتوا فاهمين البورتال فين تيار الدم فيه كده، وان الدوده الميل واخد الفيميل وبيعوم ضد التيار، بس انت مش متخيل ده يعني ايه. ده كده زي ما تكون انت واخد المزه بتاعتك وبتعوم ضد شلالات نياجرا. يعني ما هو بالحجم ده تيار الدم بالنسبه للدوده، فانت زي ما تكون معاك المزه بتاعتك وبتعوم ضد شلالات نياجرا. هو انت لو معاك المزه بتاعتك وقعت في شلالات نياجرا اول حاجه هتعملها ايه؟ سيبها اصبر. سيبها سيبها خلاص. سيب المزه. فهو ايه ما سابش الموزه يا اولاد. بعدين ايه كمان عفريت عارف سكته، ما يخشش السوبير ميزنتريك فين، ما يخشش السوبير ميزنتريك فين، يحود كده يا اولاد ويروح على الانفير ميزنتريك فين، وكان ابن الابلسه شمم ريحه القبقاب، رايح عند القبقاب، رايح الانفير ميزنتريك ايه فين. وبعدين وهو عايم في وسط الدم كده يا اولاد ايه عارف ان جهاز المناعه هيعرفه، وممكن جهاز المناعه يضربه هو ومراته لان دي مش شوارع اهاليهم عشان يمشوا فيها. يقوم يعمل ايه يا اولاد؟ ياخد شويه ار بي سيز متكسره ويدهن جسمه
بالار بي سيز، يدهن جسمه بالار بي سيز كده عشان جهاز المناعه يفتكره ار بي سيز. عفريت ابن الابلسه، عارفين لما الناس بتوع الصاعقه يدهن وشه كده وبتاع عشان يتخفى في وسط الاشجار، هو ياخد كام ار بي سيهايه ويقعد يمسح نفسه كده بالار بي سيز كده، ويدي المزه بتاعته واحده يقول لها خد امسحي جسمك بدي، فاهماني؟ وبعدين يقوم ماسك المزه ويعوم ضد التيار لغايه ما يروح الايه؟ السوبيريو ريكتال فين. اول ما يروح السوبيريو ريكتال فين يلاقي السوبيريو ريكتال فين بقى رفيع قوي، فهو ما يعرفش يعدي لان الميل تخين، يعني الميل بتاعهم حتى المفروض اتخن مني، فاهمين؟ فهو مش عارف يعدي، فيعمل ايه بقى؟ الولاد بقى اولاد عشان تخان يقفوا على الناصيه هنا، ويسيبوا البنات بقى تعوم في التيار الضعيف وتروح تحط البيض على شط الريكتال هنا. وبعد ما الفيميل تحط البيض ترجع للميلز تاني، وبعدين ترجع تاني تحط البيض، ما مش هتسيب الميلز لوحدهم، فاهمين يا ولاد؟ تحط البيض في الريكتم ازاي؟ البيضه يا ولاد بيبقى فيها شوكه، فهي بتيجي على الانسجه كده وتقوم راشقه البيضه بالشوكه بتاعتها، فاهميني؟ عارفين البنات لما بتحط الاطباق في الرشاقه او في المطبقيه هي بتحط في البيض كده. وبعدين ايه، وهي بتحط البيض كده ايه، مستنيه بقى ان الكاكاو هو نازل كده، يقوم واخد البيض وايه ونازل بيه في الترعه، يقوم البيضه لما تنزل في الترعه تفقس وتطلع حاجه اسمها ميراسيديوم. الميراسيديوم يقضي القوقعه، وبعدين القوقعه تطلع سكريا وتكتمل دوره الحياه بيننا وبين ايه القوقعه. انا ملفوف، ما يعني الناس برضو تقول تخين ساعات، وانا يعني طبعا مفيش حاجه اسمها تخين، في حاجه اسمها ملفوف. المهم يا اولاد، البيض بقى ايه، ساعات البيض يقع، يعني واحده مثلا هي مزه او مزه بالهارسيا اهي، بتحط البيض بالشوكه راح البيض وقع منها، يقوم تيار الدم ايه يجرفه، فمين يشوف البيض؟ الميلز بقى شايفين البيض راح على الليفر، راح يزعقوا لها الله يخرب بيوتكم حطوا البيض كويس، الله يخرب بيوتكم مش عارفين تحطوا البيض في الريكتام، البيض كده هيروح الكبده ويبوظ الكبده والعيان هيموت وتبقى كبده بالبيض، كبده بنيه. ليه بقى يا اولاد؟ اصل هو البيضه ما تعرفش تدهن نفسها بالار بي سيز، اللي بيدهن نفسه بالار بي سيز ويعمل كاموفلاج كده الدوده، لكن البيضه مش هتعرف، فجهاز المناعه هيشوفها، وجهاز المناعه لو شافها يا اولاد يعمل حواليها جرانيوليشن تيشو وفايبروسايت وزونوفيل، ويعمل جرانيولوما، والجرانيولوما تفيل بايه؟ والجرانيولوما تفيل بايه يا اولاد؟ فايبروزيس، وتعمل بيري بورتال ايه؟ فايبروزيس. طب بالنسبه للبيض اللي في الريكتم، طبعا جهاز المناعه هيهجم عليه، جهاز المناعه هيهجم على البيض طبعا، هي الدوده بتحط البيض في اخر حته في الريكتم ليه؟ عشان كاكاو هو نازل يقوم واخده نازل في الترعه قبل ما جهاز المناعه يموته، فاهمين؟ هي عايزه البيض ينزل طازه، يعني البيض لو هي حطته في السيكه تبقى ساقطه، لانه على جهاز المناعه هيجيبه وهيمشش على بال ما ينزل في الترعه، البيض يمشش، الدنيا حاره يا اولاد في الكوره، عشان كده بتحط البيض في اخر حته في حته الريكتم بالفيكول. وبعدين ايه، جهاز المناعه ما بيشوف البيض كده بيقوم هاجم عليه وعامل جرانيوليشن تشوف، في الاول الميوكوس ميمبرين طبعا هيلتهب ويحمر كده ويبقى ايزي بليد اون تاتش، وبعدين يعمل جرانيوليشن تشو. ساعات بقى الجرانيوليشن تشو دي هاد تزيد كده حوالين البيض، يعني بيضه اتنين كده، يعني بيضتين ثلاثه يعملوا جرانيوليشن تشو، يعملوا بولي، يعملوا بولي زي كده، ما انت تاخد بيضتين تعمل بيهم قرص عجه، فاهمين؟ فساعات بيضتين ثلاثه بالجرانيشن تيشو بتوعهم يعملوا بوليب. وبعدين ايه البوليب ده؟ في اي طالب بيسمع كلمه بوليب يقول لك ميبي سنجل ميبي مالتيبل ميبي سيسايل ميبي بدنكريت، ده زرار كده عند الطالب اسمه زرار بوليب، تدوس عليه يقول لك ميبي سنجل ميبي مالتيبل ميبي سيسايل ميبي بدنكريت. المهم ساعات البوليب وهو بدنكريت كده ولاد يتقطع ويسيب مكانه ألسر، ويسيب مكانه ايه؟ ألسر. فبتعمل بالهرزيا البوليب وألسر، وساعات اولاد تعمل جرانيلوما، تعمل جرانيلوما، عشان تشوي يبقى كتير قوي كده، يعني الحته بتاعت البلفيك كولون والريكتم دي
تبقى مليانه جرانيشن تيشو كتير كده في الليفت ايلياك فوسه، لان الريكتم والبلفيك كولون في الليفت ايلياك فوسه. ها البلفيك البلفيك كولون والريكتم في الليفت ايلياك فوسه، فاهمينها؟ فساعات تعمل ماس كده بيقولوا عليها بالهارزيوما، ساعات تعمل ماس يقولوا عليها ايه بالهارزيوما، ودي ماس في الليفت ايلياك فوسه. ساعات تعمل ماس يقولوا عليها بالهارزيوما، ودي ماس في الليفت ايلياك فوسه، فاهمين على ده؟ لا. طب هو العيان اللي عنده بالهاريسيا ده بيشتكي من ايه؟ يعني كانتستين ديزنتريا، حتى اسمها بالهارزيا ديزنتريا، وميوكاس وبلاد. طب وهو غير الانتستين هيشتكي من ايه؟ يعني بعد شويه هيبقى عنده بوليباي، والبوليباي دي ممكن تنزل من الانس كده، يلاقي في بولي بنزل له من الانس، فاهمين على ده؟ وممكن يعمل حاجه اسمها انسسبشن، هناخدها بعد شويه، يعني بعد شويه ممكن يؤدي الى انسسبشن. فهو كانتستين يعني هيشتكي من ديزنتريا، بولي، انسسبشن، فاهمين على ده؟ بس هو الحقيقه المشكله بالهارزيوما اللي هي الماس دي، الماس دي قليل قوي ما بتعمل انسانال اوبستراكشن، وقليل قوي ما بنحب نعملها عمليه. يعني انا عمري ما عملت عمليه لواحد عنده بالهارزيوم، قليل قوي ما ممكن تعمل انسان اوبستراكشن وممكن تعمل عمليه يعني. ده كانتستين. بس هو الحقيقه مشكله العيان مش البيض اللي في الريكتم، مشكله العيان البيض اللي في الليفر. فهو ده اللي هيعمل له بقى البورتال هايبرتنشن، وهيعمل له الليفر سيروزيس والليفر سيل فيلير. يعني الكبده بتاعته بقت بالكبده بالبيض، ده ناقص تتقلي يعني، فاهمين؟ على بقت كبده بالبيض. فهي دي حجم المشكله بصراحه، البيض اللي رايح الليفر. لكن البيض اللي رايح الريكتم ده هو ديزنتريا، بوليب، ألسر، بالهارزيوما، انسسبشن، فاهمين؟ طيب الناس اللي عندهم بالهاريسيا دول بيعملوا ايه عشان يعرفوا ان عندهم بالهرسيا؟ بيحللوا بول، بيحللوا براز، ساعات يعملوا حاجه اسمها سيركم اوفال بريسيبيتيشن تيست، ساعات ياخدوا بايوبسي من الريكتم ويحللوها، شويه حاجات كده لذيذه، ما اعرفش انتوا فاكرينها ولا لا. سيركم اوفال بريسيبيتيشن تيست دي يا اولاد عباره عن سلايد بيجيبوا اوفا كده، وبعدين ايه لو العيان عنده اكتيف انفكشن الانتيبودي يلزع الاوفا. فمثلا دي بيضه، دي بيضة ودي بيضة بالأنتبودي، يعني دي بيضة بالأنتبودي، وبعدين يجيبوا أنتي أنتبودي مشع، يجيبوا أنتي أنتبودي مشع، وبعدين يحطوا البيضة دي غطسوها في الأنتي أنتبودي ويطلعوها، يلاقوها معلاش حاجة، معلاش حاجة، فاهمين على ده؟ لكن دي لو عليها أنتبودي تلزق في الأنتي أنتبودي المشع، فتطلع من الطبق بتلمع، تطلع من الطبق إيه بتلمع. يعني هما الاول ياخدوا البيض، ياخدوا البيضه يعملوا حاجه اسمها سيركم اوفال بريسيبيتيشن تيست، ياخدوا السيرم بتاع العيان يحطوه على البيضه، فلو السيرم فيه انتيبودي يلزق على البيضه، فاهمين يا رب؟ وبعدين يحطوها في انتي انتيبودي مشعه، غطسوها في انتي انتيبودي مشعه، تطلع البيضه بتلمع، شو بتضوي، بتضوي ده لو كان انتيبودي عليها، لكن لو مش عليها خلاص مفيش حاجه تلزق عليها اصلا، لا انتيبودي من السيرم ولا انتي انتيبودي. طبعا انا مش عايزك تعرف عشان من حلقه بعد شويه الاسئله، والانتيبودي جه منين؟ انتيبودي في دم العيان، وايه اللي جاب انتيبودي في دم العيان؟ انه انفكتد، هو عنده بالهرسيا فعنده انتيبودي ضد البيض بتاع البلاسيا. يعني انتيبودي من البيض من العيان من السيرم بتاع العيان، اه. طب والانتي انتيبودي جه منين؟ جه من المعمل. طب والمعمل جابه منين؟ من عند عم علي بتاع الانتيبودي، فقد طفحونا الدم. فمش مهم، مش مهم، احفظ سيركم اوفال بريسيبيتيشن تيست، حاجه في الكلينيكا باثولوجي مش عندنا اصلا، تمام؟ ساعات ايه ياخدوا عينه من الريكتم ويقعدوا يفحصوها ويشوفوا البيض لونه ايه، يقعدوا يصبغوها بهيماتوكسين نسين ويشوفوا البيض لونه ايه. البيض الاحمر، البيض الاحمر بيض طازه، طازه، يبقى لسه الدوده حاطه البيضه دي. لكن البيض الازرق، الازرق بيض قديم ممشش، ده ما عندوش اكتيف انفكشن، ده كان عنده انفكشن وخف. فهم ياخدوا عينه ويصبغوها ويشوفوا لون البيض، لو لون البيض احمر يبقى ده بيض طازه، لو لون البيض ازرق يبقى ده بيض ايه قديم. حتى انا فاكر والله ولاد ايام ما خدنا الباثولوجي، انا كنا اصغر منكم، ايام شم النسيم كنا
كنا ناخد بعد الباثولوجي، كنا ناخد البيض الاحمر ونسيب البيض الازرق، لما كانوا يلونوا لنا البيض فناخد البيض الاحمر نقول لهم ده بيض طازه، البيض الازرق ده بيض قديم. حتى كنا بنقعد نتريق، حتى يعني في ناس تحس كده ان كل حاجه في التعليم صعبه ورخمه، يعني كل حاجه في التعليم عليهم صعبه ورخمه. فدي مثلا ريكتا السنيب بياخدوها ويحطوا عليها هيماتوكسين ايوسين ويقعدوا يشوفوا لون البيض، او سيركم اوفال بريسيبيتيشن تيست او تحليل براز. طبعا الليفر بقى والبورتال هايبرتنشن انا ما اقدرش اتكلم معاكم، ده انا اتقطع. والمنظار عشان الاسوفيجيال فيريسز ونعمل لها جريدنج والسونار يعني. طب ازاي بنعالج العيال اللي عنده انتستاينال بلارزيز؟ بنديله برازي كونتال اللي هو الدواء اللي بيموت البلهارسيا والدوده. وممكن لو في بولي بنشيلها نعمل لها بوليبيكتومي بالمنظار، ولو في ألسر اكحتها كده واكويها. يعني الدوده اسمها شيستوسوما مانسوناي بتاعت الانتستين بتاعت اليورينري سيستم، اسمها هيماتوبيا. فدي اسمها شيستوسوما مانسوناي. الباثولوجي بتاعها هي بتقعد دايما في السيجمويد كولون والركتا، مش معنى عشان تبقى جنب الترعه، عشان هي دي الحته من القولون اللي جنب الترعه، سيجمويد كولون والركتا. طب هي هتحط البيض يوم يحصل كرونيك انفلاميشن، كرونيك انفلاماتوري جرانيوليشن تيشو حوالين البيضه، الميوكاس ممبرين هيلتهب ويبقى احمر وايزي تو بليد ان تاتش ويفرز ميوكاس. بعد شويه يتعمل مالتيبل بوليب، البوليب دي جرانيلوما بتعب بطين ثلاثه، يعني يعني تقدروا تعتبروها قرص عجه، جرانيلوما بتعب بطين ثلاثه كده. وبعدين ساعات تبقى البوليب ده ليه بيديكل فيحصل له ألسريشن ويقع، وبعدين ساعات الجنشن تيشو بقى كتير 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 فيعمل ماس في الليفت ايديا الفوسة اسمها بالهارزيوما. والحقيقة الماس بتاعت البلهارزيزيز دي اللي في الليفت ايديا الفوسة غالبا لا بتعمل انسان اوبستراكشن ولا بتقلب مالجنا، يعني لا بتعمل انسان اوبستراكشن ولا بتقلب مالجنا. بالهارزيوما دي ايه حاجة يعني لما بنشوفها حتى بنطنشها، فاهمين على رأي؟ كلينيكال بيكتشر دايريا وديزنتري وميوكاس في البلاد، كلينيكال بيكتشر اوف بورتال هايبرتنشن، ممكن ليفر سيل فيلير، لما احس بطنه ممكن الاقي هارد ماس في الليفت ايليك فوسا اللي هي بالهارزيوما الاوما، ماس في الليفت ايليك فوسا، ممكن الاقي هيباتسوميو ميجالي، ممكن اعمل ديجيتال ريكتال اكزامينيشن الاقي بوليباي. الكومبليكيشن بقى ممكن بورتال هايبرتنشن، ممكن ليفر سيل فيلير، ممكن بواسير ريكتال برولابس زي ما هناخد، هتفهموا ليه لما نيجي ناخدها ان شاء الله. المانجمنت الانفستيجيشن طبعا عايز تشوف بوليباي سيجمويدوسكوب، يعني شوف بوليباي سيجمويدوسكوب، طبعا شوف بوليباي وتشوف ألسرز وتشيل البوليباي بالسنيرنج يعني دياجنوستيك وسرابيتك وتكحت الألسرز. ممكن تعمل باريام انيما تلاقي مالتيبل فيلينج ديفكت، يعني الكولون يبقى مليان فيلينج ديفكتس فيلينج ديفكتس فيلينج ديفكت مكان البوليباي. تعمل ستول اناليسيز، تعمل سيركم اوفال بريسيبيتيشن تيست، تاخد بايوبسي. هنعالج العيان بانتي بالهارزيا تريتمنت برازي كونتال، لو في بولي بنعمل بوليبيكتومي، لو في ألسر نكحتها، نكحت الألسر ونعمل لها الكتروكوتري ونكحتها كده عشان تهيل، فاهمين على ده؟ الافكتد سيجمويد كولوم بالهارزيوما very rarely you need surgery. الحقيقة يعني عمري ما شفت سؤال عن البلهارسيا في الانتست، مش عارف ليه مع ان احنا بلد البلهارسيا، بس الظاهر اثيوبيا اللي هي الحبشة عايزة تمنع البلهارسيا عننا، تاخد النيل ببلهارسيا. مش مهم يعني، نرجع لتعمل الانتستاينال ايه في اصطلاح. بنشيل البوليب عشان ما يحصلوش استرانجليشن، لا البوليب بري كانسرس ولا البلهارزيوما بري كانسرس. شوف الاد احمد ازاي انسان دقيق وحساس، يعني انا قلت له البلهارزيوما مش بري كانسرس، قال لي طب البوليب، يعني البوليب بري كانسرس والبلهارزيوما مش بري كانسرس يا احمد، ما ده برضه احمد يعني السؤال ده لازم يتصور.
السؤال ده لازم يتصور يا حماده. هما تقعد تشرح انت تقول لهم على فكره البرازيوما دي ما بتعملش حاجه، ما بتعملش ابستراكشن، مش بري كانسرس. يقول لك طب بالنسبه للبوليب، البوليب دي حته من البرازيوما، فسوه من البرازيوما. نمسك اولاد موضوع الانتستاينال فيستلا. فعشان نفهم انتستاينال فيستلا انا ايه هشطب انتستاينال. فيبقى انا كلامي عن ايه؟ والله يا بص يا ولاد، ما حدش خايف من حاجه، محدش يقدر يعمل لك حاجه، انت عبيط يلا، محدش يقدر يعمل لك حاجه لا في الامتحانات ولا بره الامتحانات. ده ناس صغيرين في سنكم، شباب صغير يجي له كورونا يموت وهو لسه متخرج، ويدخلوا رجاء الجداوي الاي سي يو ويسيبوه هو. فاهمين؟ محدش خايف من حاجه، مش حاجه تستاهل. انت ذاكر عشان تبقى كويس، ذاكر عشان تبقى كويس وتمشي. نرجع لكلامنا دلوقتي يا اولاد، ايه دي انتستاينال ايه فيستلا؟ احنا ايه، سيبكم من كلمه انتستاينال خالص، انا هركز على كلمه ايه فيستلا. لو غدا، لا لو غدا هندخلها، ندخلها الاي سي يو. نخلي بقى، انت عارف يا حسن لو انت عندك كورونا وغدا عندها كورونا غالبا شيلك من على الفنتليتور. غالبا هشيلك يا حسن من على الفنتليتور واحطها هي، مش مهم انت يا حسن. انت عارفين يا اولاد يعني ايه فيستلا؟ يعني دي بسيريالايزد سيرفيس ودي بسيريالايزد سيرفيس وبينهم تراك، تراك بين اتنين ابيسيريالايزد سيرفيس. هو دي كلمه فيستلا، مالهاش دعوه بالتستل. فاهمين يا اولاد؟ يعني مالهاش دعوه بكلمه فيستلا، انا ليا دعوه بان بين اتنين ابيسيريالايزد سيرفيس. واضحه يا اولاد؟ السؤال الجاي هو ايه اي اسباب اي فيستلا في الدنيا؟ كونجينيتال واكواير. والاكواير دي ايه؟ هسيب لكم اجابه هذا السؤال. والاكواير دي ايه؟ تيت. تمام. والاكواردتيت تروما انفلاميشن تيومر الباثولوجي. طب هو ممكن الانتستين يبقى فيها كونجينيتال فيستلا؟ مش انتوا لسه احنا واخدين ان بيبقى العيل هو بطن امه بيبقى فيه حاجه اسمها فيتيلو انتستاينال داكت، وان الفيتيلو انتستاينال داكت دي بيحصل لها ايه مفروض؟ الفيتيلو انتستاينال داكت دي بيحصل لها يا اولاد؟ ديسنتجريت. برافو عليكم. والعيال العبيطه بتقول ايه؟ العيال العبيطه بتقول ايه يا مروان؟ بتقول اوبليتاريت. العيال العبيطه تقول اوبليتاريت، اوبليتاريشن ده يعني ليجامنت، لكن هي ديسنتجريت. فاهمين على ده؟ لا انت عارفين لو فضلت موجوده، لو فضلت موجوده هتعمل فيستلا، لو فضلت موجوده هتعمل فيستلا. ما الفيستلا دي كونجينيتال، والعيل الصغير يجيب كاكاه من سرته. طب هو ممكن فيستلا حد يجيله فيستلا اكواد ازاي؟ تروما انفلاميشن مالجنانت تيومر وكل الجلد، كل الاستراكشر اللي جنبه، يعني انتستين مثلا كانسر سيجمويد كولو، كل اليورينري بلادر عمل فيست، كل اليورينري بلادر، كل الفاجينا، كل اللي عايزه يعني سرطان وكل اللي جنبه تيومر. مين جاي يقول لي انفلاميشن تعمل فيست؟ عايز انفلاميشن لسه واخدينه بيعمل فيست. كرونز، برافو عليكم. مش انفلاماتوري باول ديزيز، الاسف كولايتس، لا اسف كرونز. طب قولوا لي مرض خدناه الحصه اللي فاتت بيعمل فيست، اوله تي، اوله تي، مرض خدناه تي بي. برافو عليكم، برافو، برافو عليكم. تي بي يعني ممكن انفلاميشن زي تي بي، ممكن انفلاميشن زي كرونز، ممكن تيومر. امال ايه تروما ده؟ ايه تروما؟ اوبن كلوزد ياتروجينيك، هي ده نوع التروما، اوبن وكلوز ياتروجينيك. من اكتر الحاجات اللي بتشوف منها فيستلا دلوقتي يا اولاد ياتروجينيك، ان حد كان بيعمل ريسكشن واناستموزس وبعدين حصل التهابات ولزق في الانتيرا ابدومينال وول وفتحت فيستلا، فيلير اوف فيستلا. او واحد كان عنده انتستاينال انجري والجراح ما خدش باله، يعني فتح بطنه لقى الليفر متعور والانتستين متعوره، صلح الليفر وساب الانتستين، يعني مزد بالفوريشن كده. فساعات بيبقى في تروما انفلاميشن تيومر.
الاول في مشكله يا اولاد في ان احنا نعرف ان الفيستلا تراك بين اثنين ابيسيريالايزد سيرفيس، ما فيش. في مشكله في ان اي فيستلا في الدنيا كونجينيتال واكوار، ما فيش. في مشكله في ان اي فيستلا في الدنيا تيت، يعني الاكوار تيت، كلام فاضي كله. طيب عايزين نعمل موضوع، عايزين نعمل موضوع بقى، ويقول لك نقسم الفيستلا. تقول له عايز تقسمها ازاي؟ يقول لك عايز اقسمها الى فيستلا خارجيه وفيستلا داخليه. يعني يعني مثلا فيستلا بين الانتستين والانتير ابدومينال وول، فدي فيستلا خارجيه. يعني عيان كان عنده كرونز وبيعملوا له ابندكتومي وبعدين ايه عمل فيستلا. تعرفين احنا لما بنلاقي السيكم فيه كرونز ما بنشيلش الزايده، لانك لو شلت الزايده بتعمل فيستلا. على فكره في ناس بتلعب في حتى في في الثوابت دي وبتقول لا ما بيعملش، يعني يعني في اوبينينز تانية طالعه جديده كده، لكن يعني واتسويفر. لكن ادي مثلا ايه فيستر، فاهماني؟ اكسترنال. لكن مثلا الكرونز ممكن يعمل فيستلا بين اللوب ده واللوب ده، بين الانتستين دي والانتستين دي، فدي يقولوا عليها انترنال فيستلا. يعني الفيستلا قد تكون اكسترنال مع الجلد وقد تكون انترنال، فاهمين؟ على ادي تقسيمه. انتوا ايه رايكم؟ ايه خطوره الفيستلا دي ولا ايه خطوره الفيستلا دي؟ يعني رندا توقعت انه ممكن يحصل انفكشن وبص. ممكن سما توقعت حلو قوي ان لو اللوب ده كبير، يعني هنا لو تاخدوا بالكم على الرسمه هي باي باص حته صغيره من انتستد. انما مثلا عايزك تتخيل ان بعض الديودنم مثلا اول لوب في الجوجنم لزق في الايليوم وعمل فيستلا، فالاكل بقى ينزل من الديودنم على الايليوم، فطبعا هيجي له مال ابزوربشن، هيجي له مال ابزوربشن طبعا، وده ممكن اتدخل سيرجيكال. يعني انا هيجي له مال ابزوربشن ممكن اتدخل سيرجيكال طبعا، لان دي فيستلا باي باسنج حتى كبيره قوي من الانتستين. لكن بصفه عامه الفيستلا قد تكون اكسترنال وقد تكون انترنال. عايز تقسيمه ثانيه. اوكي، ممكن الفيستلا تبقى ديدينال فيستلا مثلا، او لو سمول انتستاينال فيستلا، او فيستلا كولونيك فيستلا كده. في كولون هنا دي تجيب بايل، دي تجيب كاكا سايل سوائل، ودي تجيب كاكا يعني ناشف لحد ما، يعني حبه ميه حبه قطعه، يعني تجيب كاكا قطعه، دي تجيب كاكا ميه، دي تجيب كاكا قطعه، دي تجيب بايل، فاهمين؟ يعني تبع مكانها، تبع مكانها. يا لهوي يا دكتور، حاجه تقرف قوي انك تقعد تقول بتجيب كاكا قطع وكاكا ميه. هنعمل ايه؟ احنا بندرس جي اي تي، والجي اي تي يدرس على السفره في الحمام. بعدين اصل الكلام ده مهم قوي، اللي بتجيب بايل ده فرصتها في انها تقفل قليله، لكن اللي بتجيب كاكا يعني قطع كده دي فرصتها في انها تقفل اكتر. فهي بتفرق معاها في العلاج، يعني كل ما كانت الفيستلا واطيه، واطيه بيئه، بيئه واطيه بيئه، بيبقى اسهل انها تقفل عن الفيستلا العاليه. عشان كده مهم ان احنا نبقى عارفين مكان الفيستلا. يعني ممكن تقسيمه تانية تبع هي بتجيب قد ايه كل يوم. لو بتجيب اكتر من 500 ام ال كل يوم بنقول عليها هاي اوتبوت فيستلا، هاي اوتبوت فيستلا. لو اقل من 500 ام ال في اليوم بنقول عليها لو اوتبوت فيستلا. طبعا الهاي اوتبوت فيستلا دي خطر، دي تعمل ووتر والكترولايت امبالانس. فممكن نقسمها تبع الاوتبوت، هي بتجيب اوتبوت قد ايه، الى هاي فيستلا، هاي اوتبوت فيستلا، ولو اوتبوت فيستلا. مين الاخطر؟ اكيد الهاي اوتبوت فيستلا، لان الهاي اوتبوت فيستلا ده موتور فيستلا، مش كده؟ ده موتور فيستلا، موتور فيستلا، مش فاهم حاجه عن ده. زي الفيستلا بقت موتور بس. دي فيستلا بتجيب كتير. زي ما كانت راي، يعني زي ما كانت راي كده. ولعلمك احنا بنسحب اللي فيها بسكشن، سام سكشن. المهم ان احنا ممكن نقسم الفيستلا اكسترنال انترنال، ديودينال، لوست ستانال، كولوني. ممكن نقسمها هاي اوتبوت، لو اوتبوت فيستلا. طيب هسال سؤال كده، اي كيو ملوش دعوه بالمذاكره، ده اخوك الانسان في هرمون عمال يجيب كاكا، بيجيب بقى كاكا سايل
يعني سوائل بيجيب كاكاح قطع، المهم ان بطنه مخرومه وبيجيب كاكاح. نفسك تعمله انفستيجيشن ايه؟ خرموجرام او خرموسكوبي، صح؟ يعني انت نفسك تشوف الخرم ده رايح فين، فممكن تحن فيه صبغه وتصوره اكس راي، دي يقولوا عليها فيستولوجرام. فيستولوجرام دي يعني ايه؟ يعني خرموجرام. يعني اللي قال خرموسكوب او خرموجرام ده هو ده متعلم؟ لا، دي فترة هو ما قالش حاجة، يعني هو قاعد كده حاسس ان في خرم، نفسه يعرف رايح فين، فقال لك طب ما ندخل فيه منظار، ما ندخل فيه صبغة ونصوره، يعني حزام ليش، دي فترة او حاجة تانية. شربه صبغة وشوف انه حتة اللي هتطلع الصبغة على بره. هو انا لو شربته صبغة كده ومستني اشوف انه حتة اللي هتطلع الصبغة، يبقى الاشعاع الصبغة دي اسمها ايه؟ شعب الصبغه دي اسمها ايه يا ولاد؟ باريم ميل فولو ثرو، تمام. هشربه باريم من الماوس للانس واشوف انه حته اللي هتجيب الصبغه، او احقن الصبغه من هنا واشوفها هتملى انه حته في الانتستين. يعني كورموجرام، باريم ميل فولو ثرو، ممكن سي تي وس كونتراست، هي نفس الفكره يعني، بس بدل ما اصوره اكس راي عادي اصوره سي تي، ممكن ام ار اي. الام ار اي على فكره هايل في التيشو بليدز. ده كل ده انتم مركزين جدا على الفيستلا، يعني الخرموجرام والباريام ميل فولو ثرو والام ار اي، كل ده انتم مركزين الفيستلا فين؟ ما نفسكش تعمل حاجات تانية؟ يعني عايز تعمل انفستيجيشن للكوز، انا معاك دي حاجه مهمه جدا، كرونز او الكوز ايه؟ عايز تعمل انفستيجيشن للكومبليكيشن، يعني لو انت متوقع ان في ووتر والكترولايت امبالانس، عايز تقيس صوديوم وعايز تقيس بوتاسيوم وعايز تقيس بايكارب وعايز تشوف البي اتش بتاع العيان، وعايز تعمل كيدني فانكشن تيست ليكون العيان ديهيدريتد وهيخش في بري رينال فيلير، فانت عايز تعمل ميتابوليك اسيسمنت. حدش فيكم عايز يعمل سونار يشوف اذا كان في باس كولكشن؟ يعني ممكن نعمل سونار ليكون في الفيستلا عامله حواليها باس كولكشن، خصوصا لو العام فيفرش. عايز اسال سؤال اي كيو كده، لو واحد عنده فيستلا والعيان سخن، فعملت الترا ساوند لقيت لوكالايزد باس كولكشن كده، تعمل ايه؟ صح، مروان كان سريع جدا في اجابه كامله، اسبيريشن جايدد باي الترا ساوند وبكتير، ولو مش قادر اشد الباس هفتح العيان. بص يا الطب ده جميل جميل، سنس لازم السنس يتوجد في وقت من الاوقات. لعلمك اكتر مشاكل للفيستلا الانفكشن والميتابوليك ايرور والسكين افكشن، يعني الفيستلا اللي عماله تطلع حاجات دي بتبوظ الجلد، بتخليه ماسيريتد، بتبوظ الجلد، عشان كده بنقعد ندهن زنك اوكسايد كده حوالين الفيستلا، يعني بنقعد نجمع الحاجات الفيستلا في كيس مثلا او حاجه وندهن حواليها زنك اوكسايد عشان نحمي الجلد. البنات عارفه الزنك اوكسايد ده صح؟ ايه الزنك اوكسايد ده؟ ولاد اشهر حاجه تعرفها الزنك اوكسايد ده اللي بنحمي بيه الجلد. زنك اوليف، مروه صح، البيبيز، برافو برافو يا سام، برافو يا سلمى، عرايز جمال، برافو، ان هم بيتايا براش، ده براش. سيبكم من الطب، يعني سيبكم ان انتوا خدتوا اطفال، يعني سيبكم ان انتوا خدتوا اطفال وعارفين ان الزنك اوكسايد ده بيحطوا عليه اوليف اويل ويستخدموه في الدايا براش، يعني سيبكم، لان مفيش حد قلب بيذاكر على الاقل الحياه العامه يعني، فاهمين على ده؟ فهو الحقيقه ان الفيست الاولاد كده مشكلتها سكين ماسيريشن، الكترولايت امبالانس، فاهمين على ده؟ وانفكشن. السؤال الجاي، طيب لو عندك فيست تحب تعالجها؟ تحب تشيلها؟ اكيد احب اشيلها يعني، اكيد. طب لو كانت هتقفل لوحدها تحب تسيبها؟ لو هتقفل لوحدها تحب تسيبها؟ ايوه يعني اعمل عمليه ليه؟ شوف سلمى قالت لا اشيل، هي هتقفل لوحدها؟ لا ما تقفلش لوحدها، لازم انا اللي اقفلها. انت ممكن تلاقي الفيستلا بتسالك يا سلمى، طب انا دلوقتي هقفل لوحدي، انت يعني انت مالك؟ انا هقفل لوحدي؟ لا انا مفيش حد هنا اعمل حاجه لوحده، انا لازم اقفلها. ممكن تلاقي الفيستلا مش فاهمه هو في ايه، الفيستلا مش فاهمه في ايه. السؤال الجاي، طيب طب هي هتقفل ولا لا؟ تعالوا نعمل احصاء، بصراحه معظم حالات الجي اي تي فيستلا هتقفل لوحدها،
معظم حالات الجي تي فيسترا بتقفل لوحدها، لو سبتها كونزرفاتيف بتقفل لوحدها. طب لو ما قفلتش هضطر اقفلها. السؤال الجاي عايز قواعد، عايز قواعد. قواعد هي الاتي: كل ما الفيستلا كانت واطيه كل ما احتماليه انها تقفل اكتر. ادي اول ادي اول فري ادفايس، ادي اول فري ادفايس. كل ما كانت الفيستلا واطيه كل ما كانت هتقفل لوحدها. طب واحنا ولاد واحنا صغيرين ما بقاش مصدقين. واطيه ازاي؟ واطيه بيئه، واطيه يعني بيئه يا لأ. يعني ممكن مثلا تديك مقلب، ممكن واطيه كبيهيفير. واطيه على ناحيه الكاكاو، واطيه على ناحيه الكاكاو. تمام يا عم. تعرفين يا ولاد اول مره شفت فيستلا كده كان في واحد عامل ابندكتومي في العريش، مستشفى العريش، وبعدين جالي عنده بطنه مفتوحه خالص كده عماله تطلع الكاكاو. الجرح بتاع الابندكتومي كله اتفندق وبيطلع كاكاو. وبعدين انا اتخضيت، انا شفت المنظر اتخضيت طبعا، يعني بطنه كده فيها خرم كبير مكان جرح الابندكتومي، كاكاو كامل يعني، كاكاو بذات نفسه، كاكاو بذات نفسه طالع لنا. فاخدته ووديته لواحد من اساتذتي. هو الراجل ده ايه يعني، مش قاري قوي، ربنا يمسيه بالخير، بس شاطر قوي، شاطر قوي يعني، اشتغل كتير، وسطى يعني. فاول ما شافها كده قال لي خليه ينضفها كده، خليه ينضفها ويحط عليها كيس عشان يجمع الكاكا فيه. فقلت له حاضر. طيب ده هنعمل له ايه يعني؟ قال لي ولا حاجه، بس انا بقول له خليه ينضفها ويجمع حاجه في كيس. طب هاكله ايه؟ قال اكله عادي زي ما بياكل يعني، خليه يبعت يجيب واحد فول واحد طعميه، وممكن يحبس بواحد سجق، اكله كويس. لو الولا يعني كان عندنا كده سيد الزبال، فده كان يعني ياكل من عنده عادي. انا ما كنتش مصدقه بصراحه، بس انا فوجئت اولاد انها في اسبوعين ثلاثه بتقل 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 وقفل. يعني حاجه كانت بالنسبه لي دي اول مفاجاه في ان الفيستلا بتقفل، فاهمين يا رد؟ وخصوصا العيان كان بيجيب حب الكاكاو من تحت وحب الكاكاو من الفيستلا، حب الكاكاو من تحت وحب الكاكاو من الفيستلا، يعني الكاكاو من الانس والكاكاو من الفيستلا، يعني سكه سالكه، سكه سالكه. هي امتى دي مش هتقفل؟ لو كان في ديستال اوبستراكشن، يعني لو كان السيكم متعور كده وعامل فيستلا مع الانتير ابدومينال وول وعمال يجيب كاكاو، لكن في ديستالي اوبستراكشن عمرها ما هتقفل لان الكاكاو كله طالع من هنا. بس العام بيطلع كاكاو من هنا وبيطلع كاكاو من هنا، طالما الدنيا بيتا انت هتقفل، هتقفل مفيش مشكله. ده كان اول عيان اشوفه علمني معلومتين: الاولانيه ان اللو فيستلا دي بتقفل، تاني حاجه ان لازم اطمن ان العام بيجيب كاكاو. طالما العام بيجيب كاكاو من تحت السكه بيتا، اكله من فوق، اديله اكل من فوق، في الاخر هيقفل. فهماني؟ واوا واوا بتلحم، واوا بتلحم يا عم. مستغرب، انا كمان كنت مستغرب، فهمنا يا رب. وبعدين تاني عيان شفته، عيان فيستلا في نيابتي، كان عيان عامل له، كان واحد من اساتذتنا عامل له جاستريكتومي، كان عنده جاستريك ألسر ريزيستنت فور تريتمنت، حاجه زي ريزيستنت فور اديوكيشن كده. وبعدين ايه عمل له جاستريكتومي، عمل له جاستريكتومي وحط له درين وبتاع. هو على الجاستريكتومي ده ولاد اسمها ايه؟ العيال بتوع القصر العيني. ما يجيب كاكا اكتر، وهي وانت يعني وانت اللي بتمسحيها، هي راح كيس انت اللي مضايق. انا عايز اخليه نيوتريشنالي كويس عشان يلحق. الانسان لو كان كويس بيبقى صحته كويسه، يعني لو حد جاله كورونا بياكل كويس. انتوا ايه رايكم يا اولاد؟ هو دي انه نوع من الجاستريك؟ شاطر يا بسنت، بيلرز 2، شاطر يا بسنت، نارو فورام الماجنم، بيلرز 2 او بوليا، بيلرز 2 او بوليا. المهم العيان كان ماشي حلو قوي، وبعدين على اليوم الثامن كده اولاد فجاه بو غرق، غرق بايب، غرق بايب.
فبسرعه رحت مبلغ الاستاذ اللي عمله، قلت له عنه هو قاعد كده على السرير فجاه طلع يجي مثلا نص لتر بايل كده غرق الدنيا. فقال لي طيب حط الشفاطه هنا، يعني حط ركب الشفاطه على الدرين وحط زنك اوكسايد هنا حواليها وركب الشفاطه على الدرين وما تاكلوش، اديله نبو نبو وتبني. عارفين نبو؟ عارفين نبو ولا nothing بير اوس او nothing بير اورال وتبن تبن توتال بارنترال نيوتريشن. فعلا عملت له نبو وعملت له تبن، وقعدت وصلت البتاع دي بالشفاط وحطيت له زنك اوكسايد وبتاع، وقعدت احسب بقى هو جاب قد ايه من الشفاط، وقال لي احسب وقول لي بقى كل يوم بيجيب كام. فلقيت ان اول يوم كان بيجيب حوالي 800 ام ال، وبعدين بدا يجيب 700 ام ال في اليوم الثاني، وبعدين بدا يجيب 400 ام ال في اليوم الثالث، وبعدين 300 ام ال في اليوم الثالث اللي بعديه، وهو مبسوط يعني الاستاذ اللي عاملها كان مبسوط. قفلت قفلت، كانت غرزه ضعيفه، غرزه ضعيفه في الديدينا الاسطم، فتقت وراحت عامله فيستله، عملت فيستله لان الاومنتم كان هنا يعني حوالين الدرين. فدي حاجه خدناها بباب المعده، العيال بتوع القصر العيني طبعا اورينتد بيها لان هم اللي خدوا باب الاستومك. ديدينا الاسطم بلو اوت فرقعت وعملت ديدينا الفيستله، والحقيقه انها قفلت، بس دي فرصتها في القفل اقل من اللوفيست، وفرصتها في ان العيان يجيله ميتابوليك ديرينجمنت وديهايدريشن والكترولايت امبالانس اكتر، لان كميات الفلويد اكتر. ليه ايه؟ ليه؟ لان العيان بيبقى فرصته في الالكترولايت امبالانس اول حاجه انا مش قادر اكله، لان انا لو اكلته الجاستري جوس والبنكرياتيك جوس دي بتهضم الكفت، البنكرياتيك جوز دي بتهضم اي حاجه فات بروتين كربوهيدرات، فالعيان مش قادر اكله كويس. انا مديله تي بي ان، والتي بي ان ده حاجه وحشه على فكره يا اولاد، يعني تي بي ان ده اكيد اوحش بكتير قوي من ان ياكل ببقه يعني. وبعدين يعني الغلطات في التي بي ان بالديلي الهيلينج، يعني مفيش فيتامين، مفيش زنك، مفيش زنك تريس اليمنت، مفيش هيلينج، فاهمين؟ فالتي بي ان دي حاجه برضو سيئه، وانا مش قادر اكله، مش قادر اكله، لان البنكرياتيك الجوس لو فضلت نازله بكميات كبيره مفيش فايده، مش هتقفل، دي بتهضم الكفت، فاهمين؟ لا بس هي الحقيقه اللي عندها حظه حلو قفل، بس هي دي فرصتها في انها تقفل اقل، فاهمين؟ لا لا، ودي فرصتها اعلى في انها تعمل ميتابوليك درينجمنت وتعمل ميتابوليك ايرور وهايبوكاليميا وهيبوناتريميا بقى ووتر والكترولايت امبالانس، مشكله مشكله، ودي هيدريشن، يعني مشكلتها في الوضع في الميتابوليك ديرينجمنت عاليه جدا. المهم بعد كده ولاد ما الواحد بيكبر شويه ويراجع يكتشف ان الفيستله الجي اي تي فيستله، معظم الجي اي تي فيستله بتقفل لوحدها، يعني معظم الجي اي تي فيستله الحقيقه بتقفل لوحدها، لكن في عوامل ويز عامل، يعني كل الفيستله العاليه نسبتها في انها تقفل اقل شويه من الفيستله الواطيه. مثلا في وجود سبسس لا فرصه الهيلينج لا يعني معدومه، يعني لو في سبسس في العيان لا مش هتلحم، لان بتعرفين طالما في بكتيريا انفكشن في بروتيوليتيك انزايم مش هتلحم، فاهمين؟ على لو في ديستال اوبستراكشن مش هتقفل، يعني لو في انبوبه كده مفتوحه بالجنب وانت قافلها من هنا لا يمكن هتقفل. عارفين عامله زي ايه؟ زي التي تيوب، زي التي تيوب اللي انا حاططها، الجرح بتاع التي تيوب ده عمره ما هيقفل لو في ميست ستون، لازم يبقى الناتشرال باس واي بيتنت عشان السايد تراك يقفل. مش هتقفل لو كانت كومبليت ديسربشن، يعني الانتستين دي مفصوله عن دي خالص، لا مش هتقفل خلاص، يعني لو انا كنت عامل اناستوموس وفي كومبليت ديسربشن مش هتقفل، لو في ديستال اوبستراكشن مش هتقفل، لو في كومبليت ديسربشن مش هتقفل، لو في سبسس فرصتها في القفل قليله قوي، لو كانت الحته اللي فيها الفيستلا دي اصلا فيها مالجنانسي او كرونز او تي بي، يعني فيها كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن او تيومر طبعا مش هتقفل، لو فيها كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن او تيومر يعني اكيد مش هتقفل. لو العيان نفسه ما نرش ده ولا العيان، تعرفين اسباب ديليد هيلينج جنرال ولوكال، يعني اسباب ديليد ووند هيلينج جنرال ولوكال، فالعيان ما نرش ده مش هيقف،
فاهمين يا رد؟ ما تقعدش تستنى فيستلا اكتر من 6 اسابيع في انها تقفل. الفيستلا اللي مش هتقفل في 6 اسابيع مش هتقفل، لان التراك بتاع الفيستلا بيبقى بيسيريالايزد، خلاص بقى عليه بيسيريال كده ومش هيقفل، زي خرم الود، زي خرم الود. خرم الودن يا اولاد لو لسه طازه، لسه مخروم دلوقتي رو اريا وسبته يقفل، انما لو بقى حطيت فيه حلق وبقى بيسيريالايز ده يمكن يقفل. فلو الفيسترا دي بعد 6 اسابيع ما قفلتش، لا مش هتقفل، ده ستاتستيكال يعني. تعالوا نخش جوه الموضوع كده. يعني ايه فيستلا؟ يعني تراك بين 2 ابيسيريالايز سيرفس، اسبابها كونجينيتال واكوارد، والاكوارد تيت تروما انفلاميشن تيومر، والتروما اوبن وكلوزد واياترو ايه واياترو جينيت. ممكن نقسمها الى انترنال فيستلا واكسترنال فيستلا. لو على الجلد اكسترنال فيستلا، لو مثلا من انتستن لانتستن تبقى انترنال فيستلا، ممكن مثلا من انتستن لفاجينا او من انتستن لرابلادر دي انترنال فيستلا. تبع مكانها يعني في ديدينال فيستلا، في ايليال فيستلا، في ديستال كولونيك فيستلا. دي جايبه بايل، ودي جايبه قققة سوائل، ودي جايبه قققة قطعة، فاهمين يا رد؟ في هاي منها هاي ولو، الرقم 500 ام ال هو اللي بيجي في الام سي كيو، اقل من 500 ام ال واكتر من 500 ام ال. طب هو ايه مشكلة ان حد يجي له فيستلا؟ الميتابوليك بروبلمز، بالذات في الهاي اوت بوت فيستلا. الهاي اوت بوت فيستلا الميتابوليك برو السبسس، السبسس، لان مهما كانت الفيستلا كده لو في اي ليكج منها هيعمل سبسس. يعني مهما كانت الفيستلا ويل فورمد، لو في اي ليكج منها هيعمل سبسس. الجلد طبعا شايفين المسيريشن اللي حواليها، هي دي مشكله اي فيستلا، الميتابوليك افكت والسبسس والمسيريشن. الانفستيجيشن خرموجرام، باريوم ميل فول ثرو، سي تي او ام ار اي وسكونتراست. يعني هنا مثلا البلف كولون بيبقى عامل كده، فالبلف كولون عامل كده واقع على الرينا بلادر، في فيستلا. شايفين البلف كولون ده المقطع بتاعه، شايفين البلف كولون وعامل هوا في الرينا بلادر، عامل هوا في الرينا بلادر. الرينا بلادر ما فيهاش هوا، مفيش حد بيطلع فليتس في الرينا بلادر. فدي مثلا فيستلا بين البلف كولون وبين الرينا بلادر. هنعالج العين ازاي؟ فلويد ريساسيتيشن لو محتاج، تبن ونبو بالذات في الهاي فيستلا، سكين بروتكشن بزنك اوكسايد وممكن تحط عليه زيت زيتون، اراديكيشن اوف سيبسيس، نعمل الترا ساوند جايدد اسبيريشن وبيكتيل، فاهمين على الانترنال فيستلا هحلق لها لو كانت شورت سيجمنت يعني، انما لو عامله مال ابزوربشن او فيستلا مثلا مع يورينري تراكت وبتاع لا لازم حد، يعني لو فيستلا باللوب ولوب جنب بعض كده احلق لها، انما لو فيستلا مع اليورينري بلادر، فيستلا مع مثلا بين لوب، لوب من الانتستين بعيد عن التاني فهيعمل مال ابزوربشن، لا هتدخل طبعا، فاهمين يا رد؟ طبعا الاكسترنال فيستلا فرصه اللو اوت بوت فيستلا في الهيلينج احسن من فرصه الهاي اوت بوت فيستلا في الهيلينج، ولكن بصفة عامة الفيستلا مش هتقفل لو عدى عليها أكتر من 6 أسابيع، بقت ابيسيريالايز لو حكاية خرم الود، لو في ديستال اوبستراكشن، جرانيولوما، فكة تماما كومبليت ديسربشن للأنستوموزيس. دي كده تويتاية كده ايه مجمعة الداتا اللي قلناها. ما حدش ما يجي يعمل اناستوموزيس يا ولاد، مثلا هنا عايز يعمل اناستوموزيس بين الخرم ده والخرم الناحيه دي والناحيه دي، ما يقعدش يشد، ما يقعدش يشد ويخيط، طب ما هتفك، حدش يعمل اناستوموزيس انت تنشن هيفك، حدش يعمل اناستوموزيس في حته سكيميك، لو الحته دي سكيميك هتفك مش هتلحق. يعني فرصه الهيلينج في وسط السبسيس برضه قليله، يعني فرصه ان انت تعمل اناستوموزيس في وسط السبسيس برضه مش عاليه. يعني خلي بالكو الباد سيرجيكال تكنيك مثلا ككوز ان انستموزس ما يلحمش من الاسباب الاخرانيه، يعني لما كملت اعمل انستموزس باي تكنيك انت عايزه، 2 layers 1 layers continuous interrupted، اي عفريت ازرع هتلحم،
سو از لونج ان الفاسكولاريتي حلوه وانت جايبهم على بعض كويس وعاملها ووتر تايت جاس تايت، يعني لا بتصرف فلويد ولا فليتس بين الغرز، يعني تخلي دايما بين كل غرزه وغرزه 4 مللي، فاهم؟ طالما فاسكولاريتي كويسه ومفيش تنشن ووتر تايت جاس تايت ومفيش ديستال اوبستراكشن ومفيش سيبسس هتلحق، فاهمين على ده؟ مش مهم السيرجيكال تكنيك اللي استخدمته هتلحق. انتستاينال تروما، ايه اكتر حاجه لا تعرفينها عن التروما؟ ايه اكتر حاجه يسبكم من انتستاينال؟ اوبن وكلوزد واياتروجينيك، تمام اوبن وكلوزد واياتروجينيك. المنبار بتاعنا ده ولاد فيه هواء من جوه، المنبار بتاعنا ده فيسكس يعني فيه من جوه هواء، لو عصرته يفرقع، عشان كده لو البطن في حادثه ولاد اتعصرت فرقع. فهمتوا ليه السيت بيلت يخرم انتستين؟ الناس اللي عندها علامه السيت بيلت انجري يقول لك يقطع ميزنتري ويخرم انتستين، لان البطن اتعصرت ودي فيسكس فيه هواء هتخرم. انما لو ستاب ووند مش بتخرم مره بقى، بتخرم كتير كذا خرم، تجربه عمليه في المذبح، هتكس منبار وغزه ببطوه انت تفهم، المنبار بيبقى ملاولو، فلو انت دخلت فيه المطوه هتعمل كذا خرم، فاهمين على ده؟ فالبنتريتنج انجري عاده تعمل كذا خرم، فاهمين على ده؟ لكن لو بلانت تروما زي حزام الامان غالبا بيعمل الانجري بتاعه يعمل خرم واحد من العصره. من الحاجات اللي ممكن تعمل تروما في الانتستين فيلير انتستاينال اناستموزيس، يعني انت عملت انتستاينال اناستموزيس وفيها التفكك، يعني عملت انتستاينال اناستموس وفي جزء فك، يعني انتستاينال اناستموس، فاهمين عاد؟ انتوا ايه رايكم لو حد عنده انتستاينال انجري تخاف عليه من ايه؟ لو حد عنده انتستاينال انجري يا ولاد تخاف عليه من ايه؟ بريتونايتس وهيموري. كويس قوي. معلش عايزين ايه نقف قدامه. تفتكروا لو واحد جاله خرم في الانتست الاكثر ستاتستيكال ان هيموت من بريتونايتس ولا من هيموريدج؟ لا بريتونايتس، بيخرج كاكاو فهيموت بريتونايتس، يعني ما تتوقعش ان المنبار هيخرج كميات كبيره، يعني المنبار مش زي الليفر، رابشر ليفر رابشر سبلين رابشر كيدني البرانكيمتس اورجان دي لما بتتعور الكوز اوف ديس عاده بيبقى بليدنج هيموريدج شوك، لكن الانتستين لما تتخرم ذكي ما هي عامله ايه يا جماعه؟ الانتستين لما بتتخرم بتعمل بريتونايتس، الانتستين لما بتتخرم بتعمل بريتونايتس. طب انا هفترض يا اولاد ان في انتستين متعوره وبتخر جامد وممكن تعمل بريتونايتس، مين يموت العيان اسرع؟ البليدنج ولا البريتونايتس؟ الهيموريدج صح؟ الهيموريدج يموت اسرع، لكن مع الانتستين الاغلب البريتونايتس هي الاكثر حدوثا. طب لما الانتستين بتتخرم في قاعدة اسمها قاعدة خرمون في الجي اي تي، اي خرم في الجي اي تي بيخر هواء والتهابات وصبغة، فاكرين؟ اي خرم في الجي اي تي يخر هواء والتهابات وصبغة، فخرم في الجي اي تي هيعمل اير اندر دافراج، ولو شربته صبغة الصبغة تطلع، ولو سبته هيعمل بريتونايتس. اي خرم في الجي اي تي هواء والتهابات صبغة، عشان كده لما بطن بتتخرم يا اولاد بنعمل بلين اكس راي ابدومين اريكت اللي هي اير اندر دايفرام، ساعات نعمل حاجه اسمها دايجنوستيك بريتونيال لافاج هناخدها في التروما ان شاء الله، حاجه اسمها ان انا احقن سلاين في بطنه وبعدين اسحبه فلاقي السلاين اللي انا سحبته ده فيه بايل وفيه امايليز وبتاع. دي طريقه قديمه. شايفين على قد الاسباب تروما انتستاينال تروما، شايفين اولاد السيت بيلت انجري، شايفين الحته اللي جنبها الانتستين اللي اتعصرت فاتخرمت، شايفين الانتستين لما اتعصرت واتخرمت. طبعا انا عنده هيستوري في تروما والباقي بقى بريتونايتس، الباقي ولا بريتونايتس مش محتاجه بقى، الباقي حاجات بريتونايتس جاردنج وريجيديتي وريباوند تندرنس كومبليكيشن بريتونايتس هيموريدج. ده كإنسيدنس، ده ترتيب كإنسيدنس، ولكن كفيتاليتي أسرع طبعا البليدنج يموت أسرع من البريتونايتس، ولكن كإنسيدنس في الإنجري للإنتستين البريتونايتس قبل البليدنج.
ممكن تعمل طبعا باراليتيك ايرياس وانتستاينال اوبستراكشن، لان تعرفين اي التهاب جوه البطن بيقلل البريستالس، اي التهاب جوه البطن بيقلل البريستالس. فاهمين يا ولاد؟ البتاع دي يا ولاد الصوره دي الحقيقه ايه ملهاش اي 30 لازمه، بس هي عجبتني قوي يا ولاد، عجبني فيها حاجات يعني. برضو بص يا ولاد، لما العين كان ديهايدريتد راح حاطين جنبه صباره، صباره الصحراء، وبعدين شايفين الريباوند تندرنس، الكوره اللي نزلت وطلعت، شايفين الريباوند، وبعدين في باراليتيك ايدياس فمعلق يافطه، انتستين از سليبنج، باول از سليبنج. طب هو هيطلب لها ايه؟ هيطلب لها اكس راي عشان اير اندر ذا فراج. فهي الحقيقه كوميك ظريف يعني هو مش هيضيف حاجه، يعني مش هيضيف حاجه، انما هو كوميك ظريف. المانجمنت لو عملت بلين اكس راي ابدو من ايركت هلاقي اير اندر ذا فراج. فاهمين يا ولاد؟ ممكن اعمل دايجنوستيك بريتونيال لافاج. بنعمل ايه في العيان؟ افتح اغسل ادرنا اعالج، افتح اغسل ادرنا اعالج اللي هو اي بريتونايتس، افتح البطن واغسلها كويس وحط درينز وشوف بقى لو السمول انتستن المخرومه خيطها، لو اللارج انتستن اللي مخرومه هيبقى السؤال يمين ولا شمال، لو يمين خيطها، لو شمال وكونتامينيتد وفي كاكا كتير يستحسن ما تخيطهاش، اعمل كولوستومي. ودي برينسيبلز في الانتستاينال انجري، ان السمول انتستين انا اقدر اخيطها، اقدر اعمل ريسكشن وانستموزيس، وان الجنب اليمين طاهره وهتفضل طاهر، يعني طاهر وهيفضل طاهر، فانا اقدر اعمل اخيط واعمل ريسكشن وانستموزيس. الناحيه الشمال بقى بالذات يعني لو لقيت كاكا كتير ما بلاش في دي هتخيط عشان ما تضربش، اقطع الحته البايظه دي واعمل كولوستومي. فالعيان يطلع بفتحتين يعني بطنه يطلع له خرمين كده، دبل بار الكولوستومي كوليكس. امال لو كانت الحته لما قطعت بقى كده لقيت الحته دي مش هتطلع، يعني في الترو بيلفس ومش هتطلع، قوم ايه هطلع دي على بطنه كده ودي هقفلها وارميها جوه، اسمها هارتمان. وساعتها العيان هيطلع بفتحه واحده بتجيب كاكا، ده عنده فتحه بتجيب كاكا وميوكس وميوكس، والثانيه ميوكس فيستلا دي ما بتجيبش كاكا، الحته دي جيب ميوكس بس، لكن ده هيبقى هارتمان ودي هقفلها خالص. هارتمان بروسيدور يعني اللي هو هتعامل ازاي؟ هتعامل بالبرنسبل اوف كلونيك سيرجن، ان السمول انتستين اقدر اخيط اعمل ريسكشن اند سموز، الناحيه اليمين اقدر اخيط واعمل ريسكشن اند سموز، الناحيه الشمال ممكن حد يخيط لو جريء ممكن حد يخيط، شرط ان هو حاسس ان مفيش فيه كالكونتامينيشن خالص والعين فيري ايرلي، يعني هو جريء برضه. لكن الطبيعي بصراحه ان احنا لا هنشيل الحته البايظه ونعمل كولوستومي، يا كولوستومي ميكوليكس يا كولوستومي هارتمان، والناحيه الثانيه نقفلها. يا اولاد لو عملنا بلين اكس راي ابدو من ايركت نلاقي اير اندر دافراج، شايفين الدافراج متفصل عن الليفر خالص، شايفين الهواء ده اير اندر دافراج، ميزنتريك فاسكو اوكلوجن بقى متهيألي مش النهارده لان الموضوع طائر كبير شوية. هروح على الاسئله بسرعه كده يا اولاد. واي اندوسكوبي از كونتر اندكيتد ان توكسيك ميجا كولون؟ لان انا بدخل منظار وانفخ، فلو جيت على كولون مشلول كده وعامل كده اهو ونفخته بشرفي هيفرقع، يعني ده فاضل له زلطه ويفرقع، فهو 6 سم ومشلول ومنفوخ على الاخر، لو نفخت بيه في المنظار هيفرقع. هواي باريوم انما اند كلونسكو كونترا انديكيت توكسيك، عشان ما يفرقعش، عشان ما يفرقعش، لو حقنت فيه صبغه هيفرقع، قول ورايا هيفرقع، قولوا هيفرقع، رددوا ورايا هيفرقع 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 هيفرقع. واي باريوم انما هيفرقع. جلومين باب از جيفن ان بوس انفلاماتوري باول ديزيز، ممكن ممكن، بس يعني هو جلومين باب احسن حاجه في الاسيتوف كولايتس، لكن يعني ممكن يستخدم في الاثنين.
I didn't understand how Ilya Bausch was fashioned. دي انا عملتها يا نور، دي انا جاوبتها. زياد، in the department book it says colonel Crohn's least common and small bowel is second common affect. اوكي زياد، ما تقرا الحاجه اللي في الديبارتمنت بوك بتاعك، يعني دي انسيدنس مختلفه من ديبارتمنت بوك لديبارتمنت بوك. يعني بيلي بيكتب انسيدنس تبع الاحصاء بتاعته، وشيري بيكتب انسيدنس تبع الاحصاء بتاعته. انت شوف الديبارتمنت بوك بتاعك ايه واحفظها زياد. هو اكتر حته تيرمينال ايليا اسمها ريجينال ايليايتس، هو ده الكرونز اسمها ريجينال ايليايتس. افرض ان انت افرض ان كتاب القصر العيني كاتب ان اكتر حته للكرونز المناخير، تقوم حافظها في المناخير رغم ان اسمها ريجينال ايليايتس. ايه انا في ايه؟ يلا دي احصى، قول ورايا هيفرقع دكتور، هيفرقع زياد. تمام. I don't understand the fat trap. ليه يا حبيبي؟ وانت دلوقتي اما الانتستين تلتهب، الدهن بيلزق عليها، الدهن بتاع الاومنتوم بيلزق بيزحف عليها دهن، هو دي الفات تراب. يعني اهو شايف الفات حوط الانتستين ازاي؟ لانها ملتهبه فلزق عليها زي الاومنتوم كده، لزق عليها زي الاومنتوم، عمل عليها روب، هو ده الفات تراب. فهمت يا مي؟ مي فهمت الفات تراب؟ زي كده لما الاومنتوم راح على الابندكس لما التهب وراح على اي حاجه ملتهبه، فرعيه الانتستين بقى ملتهبه من بره فراح الفات دي عليه. انا ما فهمتش موضوع التدبيس في العمليه. لو انت مش فاهمه الدباسه بتشتغل ازاي هتلاقي فيلم فابوس ايدك يفهم. شوفيها يا ندى، هتفهمي الدباسه بتشتغل ازاي في العمليات. انا اعمل لكم فيلم على المجموعه بتاعت ابوس ايدك يفهم، اتفرجي عليه. ار اول انترنال فيستلا تريتد كونزرفاتيف اور وي كان سيرجيكالي كلوز ذا هاي فيست. لو الانترنال فيستلا باللوب ولوب قريب منه مش عامله باي باس كتير، مش هتعمل مال ابزوربشن سيبيها. انما لو باللوب ولوب تاني كان بعيد شويه ولزقوا ببعض وعمل باي باس كوبري ومال ابزوربشن باي باسنج جزء كبير من الانتستين هنتدخل. مش عارف ندى فهماني يا ندى ولا لا؟ ندى هو الطلبه بتسال وبعدين تروح تشوف بقى اي سندوتش تاكله. شوف الفستلة دي الاكل كان نازل هنا نزل هنا، فهو باي باسنج حته صغيره قوي مش هتفرق. يا ترى هو كان مشي كده ولا مشي كده؟ مش هتفرق في الابزوربشن. لكن افرضي ان في حد عنده مثلا فستلة هنا التهابات هنا، بعدين الانتستين ملولوه ملولوه فلقطت لوب بعيد، فهي لما نزل الاكل من هنا باي باسنج حته كبيره قوي من الانتستين، فراح عامل مال ابزوربشن لازم هتدخل عشان افصلها. يعني لو فستلا بين مثلا الديودنم واول حته في الجوجنم حاسبها، لكن فستلا بين الديودنم والاليام لا. الفستلا اللي بين الديودنم والاليام دي او الجوجنم والاليام، ما هي دي البارياتريك سيرجن، ما هي دي البارياتريك سيرجن بتاعت الاوبيزيتي، ما هي دي مال ابزوربشن. فهمتيني يا ندى ولا لا؟ تقفل اسرع فيستلا يخلي الاوبستراكشن ديستال. لو في ديستال اوبستراكشن الفيستلا ما تقفلش. انا مش فاهم السؤال، بس لو حد عنده سايد فيستلا كده على الجلد مثلا في ديستال اوبستراكشن، كل الاكل هيطلع من الفيستلا، لا يمكن هتقفل لان في ديستال اوبستراكشن. الديستال اوبستراكشن يخلي الفيستلا ما تقفلش. فهماني يا ساره ولا لا؟ هواي لو فيستلا كلوزز ايزير ذان هاي، لان الهاي فيستلا بتعمل ميتابوليك ايرور كتير قوي، وبنضطر ما ناكلش العيان نمشي على تي بي ان، والتي بي ان نيوتريشنالي اوحش من انه ياكل وينزل كاكا. يعني متهيألي انا جاوبت على السؤال ده يا مريم صح؟ ايه بس انت السؤال الغريب اللي انت بتساليه ده؟ يعني انتستن مفصوله خالص عن انتستن تانيه، بينهم وبين بعض محرم، هيلحموا ازاي مع بعض؟ يعني انتستن كده اهو انت عارفه منبار ومقطوع حتت، يعني اديتك حتتين منبار قلت لك الحميهم، مش هتعرف تلحميهم، مش هيلحموا لان دول حتت منفصله. مريم
فيلد انستمونس ليتو انترنال اول اكسترنال في استلا واتس اوفر، يعني لو لزق في الانتيرا ابدومينال وول هيبقى اكسترنال، لو لزق في انتستن تانية جنبه هتبقى انترنال، يعني تعمل اكسترنال تعمل انترنال دي وكيو دي. ان انتستاينال تروما جاستروجرافين كان بيوزد اه طبعا، يعني ممكن الجاستروجرافين وممكن الباريوم، يعني اي صبغه يعني علشان النت قطعت الاسر كولايتس. دي الأشعة إن التوكسيك ميجا كولون بيبقى ترانسفيرس كولون 6 سنتي. أنا ما حطيتش البايب ستيم، يعني ما جبت لها الصورة مش كده، أنا ما حطيتش صورة أصلا للبايب ستيم، لكن جبت صورة للترانسفيرس كولون 6 سنتي قبل المنظار علشان أنا خايف يكون إكس راي، معنى كده إني لازم أعمل توكسيك ميديا كولون اعراض بس، مش فاهم حاجه يا سلمى. لكن لما حد يجي له توكسيك ميديا كولون بيبقى شوكت وسيفيرلي توكسيك، فبنعمل له اكس راي نلاقي ترانسفيرس كولون اكتر من 6 سم. ابوس ايدك ما تعملوش ولا منظار ولا باريوم. لما تلاقي حد عنده اسطف كولايتس وبطنه منفوخه قد البالونه وسيفير دي هيدريتد وسيفير توكسيميا لان في 500 خراج في منباره، اعملي له بلين اكس راي هتلاقي ترانسفيرس كولون اكتر من 6 سنتي، ده كفايه ده دايجنوست. لا حد يعمل له منظار ولا حد يعمل له باريوم. لكن انا مش هجاوب على السؤال ده تاني، عشان لو حد يعمل منظار او باريوم لعيان عنده توكسيك ميجا كولون يعملها، انا كمطري خلاص مش قادر، انا كمطري مش قادر. يعني لو حد لقى عيان عنده توكسيك ميجا كولون او حد عنده توكسيك او عايز يعمل له منظار او يعمل له باريوم انما فليعمل له، لان ده عيان اصلا ميت ميت ميت. انما انا كده انا اولاد انا هموت في ايديك ومرارتي هتفرقع، هو موتوه موتوه اولاد، اعملوا له منظار وباريوم. كل عيان عنده توكسيك ميجا كولون اعملوا له منظار، ما تعملوش منظار يا انما، اعملوا له الاثنين منظار وانما الاثنين مع بعض، ها الاثنين مع بعض يا ولاد. ان سيرجيكال انترفينشن انديكيشن ان اكسترنال فيستلا وات از توتال ديسكونتينيتي اوف ذا باول اند، يعني الانتستين توتال ديسكونتينيتي يعني كده، ودي بقى عامله فيستلا مثلا مع الجلد اختها بعيد، يعني زي حته منبار كده حطيت حته في طبق وحته الثانيه في طبق اختك، ففي كومبليت ديسكونتينيتي، ما ينفعش حته المنبار بتاعتك تلحم في حته المنبار بتاعت اختك. ميوكو كويتينس ديسكونتينيتي يعني الفيستلا كده مع الانتيريو ابدومينال وول بقت ايبيسيليالايزد، ايبيسيليان بقى وميوكاس ميمبرين زحف على الفيستلا فبقت كلها ايبيسيليان، مش هتقفل زي خرم الودن. خرم الودن لو ادينا اقلع الحلق بتاعك وما تحطيش الحلق في ودنك هتلاحظي ان خرم ودنك ما قفلش، ليه؟ لانه ايبيسيليالايزد اصبح ايبيسيليال كونتينيتي، فهنا الميوكاس ممبرين عمل كونتينيتي وغطاها كلها فمش هتلحق. اوكي يا دينا طاهره، هعمل هارت منبوش لو الحته الديستال ما طلعتش معايا، يعني لو انا كده بشيل الكولون كده وتبقوا حتتين حلوين كده طوال اقدر افتحهم، خلاص افتحيهم الاثنين. لكن افرضي بعد ما عملت العمليه لقيت كده وحته صغيره قوي تحت كده مش هتطلع معايا، مش هتطلع معايا عشان الحوض من تحت كله مقفول عظم، فالحته دي مش هتطلع معايا، فانا هقفلها او عامل فتحه واحده واعمل دي هارت. فهماني يا طهيره؟ على اساس الطول الديستال سيجمنت، على اساس طول الديستال سيجمنت. دكتور ابيت ذا برينسيبال اباوت ذا برينسيبلز اوف سيرجري يو ويل ستيل ديسكاس ان ديتيلز اور ات از اوريدي ديسكاست، اي ويل ديسكاس اجين ان ديتيلز. يعني وانا باخد الكانسر كولون هنقول تاني، هو في ايه يا احمد؟ انا مش فاهمك، يعني انت فاهم الكلام اللي بقوله ولا لا؟ احمد الكلام اللي انا بقوله انت فاهمه؟ عمليات التروما، ايه عمليات التروما دي؟ لا انا ده لسه ما شرحتش عمليات التروما،
احنا هنشرح لسه التروما يوم الاحد، شيء من عمليات التروما. بس انا يعني ارفع ايدي كندا، ارفع ايدي، ارفع ايدي كندا. ايوه يا ندى. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه البق ده؟ لا هو انا بس كان قصدي يعني اللي هي العمليات بتاعت الانتستاينال تروما، يعني في التريتمنت بتاعها. ايه التريتمنت بتاعها؟ يعني لو لو في سمول انتستين والرايت مخرومة، كولن كده. لو سمول انتستين مخرومة بنخيطها او بنعمل ريسكشن اناسمس تبع حجم الخروم. لو لارج انتستين مخرومة، النص اليمين ولا النص الشمال؟ النص اليمين اقدر اخيطه او اقطع واوصل، لان النص اليمين طاهر، انما النص الشمال رقاق، فلما باجي اقطع ما بعرفش اخيط، فبعمل كولوستومي او هارتمان تبع طول الديستال سيجمنت، خدناه في الهرنيه. ماشي. اصلا الحته دي تقريبا يعني ما خدتش بالي منها، فانا ما كنتش يعني. تمام، ماشي، اوكي، شكرا. دكتور، you have mentioned that perforated intestine is great risk with barium. Why does not apply intestinal trauma with the risk of perforation? يعني لو في استلا، لو في استلا انا ممكن اعمل جاستروجرافين او باريوم، لان الفيستلا والكونتيند. انما لو انتستاينال برفوريشن وهيطلع حاجه في البريتون، يعني في الجناز بريتونال كافيتي، الافضل الجاستروجرافين. الجاستروجرافين امن. فهماني يا لميا؟ يعني لو حد عنده فيستلا والكونتيند عادي ممكن باريوم او جاستروجرافين، انما لو واحد عنده خرم عامل جناز بريتونايتس، لا الجاستروجرافين احسن أأمن. يعني ما احبش الباريوم ينزل في البريتون، لكن لو جاستروجرافين نزل البريتون مش هعمل حاجه. انما لو في استلا ويل كونتيند، يعني حاجه طالعه من الانتستين على الجلد، حاجه طالعه من الانتستين على الجلد، مفيش حاجه في الجناز بريتونيال كافيتي، ممكن استخدم جاستروجرافين او باريوم. فهماني ولا لا؟ لم ان جنرال اف ذير از بليدنج ان ذا جي اي تي نيفر كونتراست اند ذير از بيرفوريشن، جاستروجرافين از بيتر ذان باريوم. In general, the standard surgery for ulcerative colitis is total proctocolectomy and the ileal reservoir. يا ندى، يعني ماشي يا ندى، تبي تراجعي معايا صح بدل ما تذاكري بعد ما انا اخلص الحصه؟ انت بتقولي طيب انا بقى ايه اسمع له المنهج كله، اسمع له المنهج كله تاني. ماشي يا ندى، ايوه صح. هو ده دكتور في البريباريشن مانيتول بيعمل ايه؟ يعني هو دي طريقه وحشه اماني في البريباريشن، ان انا اشربه مانيتول كتير، فالمانيتول ياخد الكاكاو ينزل، فانا حضر له قولون بمانيتول بس بيفرقع في الكتل. يعني وانا في العمليات بقى اجي سكر فاجي السكر يتحرق ويفرقع مني في العمليات، وده منبار، يعني ما بحبش ان هو يبقى فرقع في العمليات، عشان كده ما حدش بيحب البريباريشن بالمانيتول. يعني بس هو طعمه حلو، هو سكر، يعني المانيتول طعمه حلو وسكر، لو عجبك ماشي، بس هو ايه وحش يعني. ماشي، هتفعشونا يا اولاد، باي باي.